الفقرة الحوارية الأخيرة في البيت الكبير مشرفنا عضو نشط جدا 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 في مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور محمد سراج. هنتكلم معاه على لو كنا بنتكلم على إنجازات الكرة، لكن في إنجازات كمان على مستوى الإنشاءات، على مستوى الخدمات اللي بتقدم للجمعية العمومية بشكل أكتر من رائع، وملفات كتيرة جدا جدا نفتحها مع طبعا نجمنا النهاردة طبعا محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. محمد دكتور محمد بنرحب بيك، اهلا بيك في البيت الكبير. اهلا بحضرتك كابتن هاني، اهلا بيك اسام، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. منورنا دكتور محمد. خير ختام ليوم الخميس مشرفنا النهارده، اكيد في ملفات كتيره جدا هنفتحها مع دينامو النادي الاهلي وصوت الشباب زي ما بيتقال عليك من اول الحمله الانتخابيه. صحيح صحيح، مطلعين عليك يعني ايه صوت الشباب جه منين بقى؟ ده غير ان انت يعني صغير في السن اكيد، وفي تقرير هيعرفك بالساده المشاهدين عامه يعني بشكل عام، بس قول لي صوت الشباب ده جه منين؟ اخترت كده ليه؟ والله انا لا، مش انا اللي اخترت، والله هم اللي اختاروا. يعني بالعكس انا يعني بعتز يمكن بموضوع صوت الشباب ده، ويمكن هو ده طلع في وقت الحمله زي ما انت قلتي فعلا، وقت الانتخابات طلع من الشباب اللي في النادي. يعني احنا كان الحمد لله كان معانا قطاع كبير قوي من الشباب، كانوا واقفين ورا القائمه بتاعت كابتن محمود الخطيب، وكانوا سند كبير للقائمه، وكانوا واقفين معانا بصراحه لقناعاتهم يعني ببرنامج كابتن محمود الخطيب وبالاعضاء القائمه. ففي الندوات اللي احنا فيها وبنطلع مثلا بنتكلم، كل واحد بيقول افكار المجلس والبرنامج الانتخابي بتاعنا ايه وكده، كان عندي انا شويه يمكن افكار شبابيه شويه، او يعني هنتكلم على لجنه الشباب والكذا. فده يعني يعني من الكلام وكده طلع الاسم، يعني ما كانش مترتب او ما كانش، فلقيته طلع من الشباب اللي في النادي، واعتزيت بيه يعني، ولحد دلوقتي موجود يعني الحمد لله. بس ده خير، يعني خير مثال زي ما بيقولوا كده للشباب الحقيقه، يعني وخير قدوه الحقيقه. دكتور محمد سراج سي في كبير جدا، هنعرف جزء منه في التقرير ده في البيت الكبير اللي احنا محضرينه له، ونرجع تاني نكمل حوارنا في ملفات متعدده جدا. واحد من جيل الشباب الذي يحمل هم الأهلي على عاتقه، ويجري في دمائه عشق القلعة الحمراء والحرص على خدمة الكيان ورفعة شأنه والدفاع عنه بكل قوة وشراسة في أي مكان وزمان. إنه الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والدينامو النشيط والمتوهج دائما في الكثير من اللجان والمهام داخل النادي تحت إشراف مجلس إدارة الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب. ولد محمد زكريا عبيد سراج الدين في 3 يونيو عام 1986 بحي المعادي، وتخرج من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية عام 2004، وعمل معيدا بقسم هندسة الإنشاءات إلى أن أنهى رسالة الماجستير الخاصة به بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وارتقى لمنصب مدرس مساعد بالجامعة. كما حصل محمد سراج على الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة ريال مدريد عام 2016، كما نال سراج جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر ميونخ الأكاديمي الدولي عام 2018، واختاره نادي ريال مدريد متحدثاً في مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم ممثلاً عن مصر وإفريقيا عام 2018، فضلاً عن أنه مثل النادي الأهلي عام 2019 كمتحدث رسمي في مؤتمر ويمبلي للاستادات، وكان الأهلي النادي العربي والإفريقي الوحيد بالمؤتمر العالمي الكبير. تولى رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات عام 2019، كما تم تكليفه عقب فوزه في الانتخابات من قبل مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الشباب بالنادي، وشارك في تعديل لائحة أعضاء النادي الأهلي الجديدة. وتوالت ثقة مجلس الأهلي ومحمود الخطيب في محمد سراج،
فتم اختياره رئيسا للجنة ملف تعديلات استاد الأهلي والسلام عن مجلس الإدارة، ورئيس لجنة وضع تصور رؤية استاد النادي الأهلي الجديد، وعضوا بلجنة شركة استاد الأهلي، وكذلك رئيس للجنة متابعة جراج النادي الأهلي بمدينة نصر عن مجلس الإدارة. ولم تتوقف الثقة في محمد سراج عند حدود النادي الأهلي، بل نال ثقة مسؤولي الرياضة المصرية كلها بوجه عام حينما تم اختياره عضوا باللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة للشباب والتي أقيمت في مصر عام 2018. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. مشرفنا النهاردة الدكتور المهندس محمد سراج. طبعا ده وحاجات كثيرة جدا حصلت يمكن في فترة قصيرة جدا، لكن انت يمكن انا عايزة ابتدي باخر حاجة. انتوا راجعين النهاردة من الافتتاح البوابة الكبيرة جدا اللي شاهدناها يمكن حتى على قناة النادي الاهلي. انت لحقت تيجي الاول؟ يعني لحقت تغير وتيجي ولا جيت كده ولا روحت ونزلت تاني وجيت؟ كلمنا عن ده محمد، ده تم في وقت قد ايه؟ وانت بتقول ان ده كان الهدف الاول. تمام. مش كده؟ بالنسبه للمنشآت يعني ولا المنشآت انت عايز ابتدي باخر حاجه؟ احنا طبعا يعني برنامج القائمه الكابتن محمود الخطيب كان متضمن يعني كذا شق، وكان شغالين على محاور كتير جدا. هو برنامج عائله الاهلي كان في شق منه اللي هو الخاص بالانشاءات النادي، وفي شق خدمي طبعا الاعضاء اللي هو متضمن اللجان والخدمات بقى في النادي من المنافذ والمطاعم وخلافه، وفي طبعا الشق الخاص بالنشاط الرياضي وشق تسويقي واستثماري. فكان عندنا كذا محور ماشيين عليه. يعني يمكن المنشآت خدت دور شويه الفتره اللي فاتت، اشتغلنا عليها بشكل كبير، عملنا كذا حاجه سواء في الجزيره او في مدينه نصر او في الشيخ زايد. يمكن زي ما انت قلتي النهارده النهايه بتاعه اليوم كانت افتتاح البوابه في فرع الجزيره او في مقر الجزيره. فطبعا البوابه دي يعني ممكن ناس كتير تاخد الموضوع ان هي بوابه، تقول لك مثلا دي بوابه. ايوه في ناس تقول لك ايه يعني عاملين بوابه يعني ايه. لكن هو الموضوع ليه شق اكبر من كده بكتير. بالنسبه لبوابه النادي الاهلي انت بتتكلمي في حاجه، ده يعني الواجهه الخاصه بالنادي الاهلي، يعني دي واجهه النادي الاهلي لاي حد بيعدي من قدام النادي او اي حد بيخش النادي، او سواء من الاعضاء او غير الاعضاء او الناس اللي بتعدي من النادي او الوفود او الزيارات اللي بتجي لنا. دي واجهة النادي، ان انت تبقي عامله حاجه تليق او تعكس شخصيه النادي الاهلي من اول الباب. بالظبط، يعني انت شايفه شعار النادي الاهلي موجود، النسر موجود، النادي القرن مكتوبه في اللوحه اللي جنب البوابه، اللون الاحمر طبعا اللي بيميز النادي بالزبط الاهلي. بالظبط. فانت الحاجات دي كلها كانت مخطط ليها من البدايه برضو في البرنامج القائمه لكابتن محمود، كان مخطط للكلام ده كله ان احنا نغير الشكل العام بتاع الاسوار وبتاع البوابات، واجهه النادي الاهلي في سواء في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد. وفعلا احنا في يعني في مدينه نصر عملنا الحمد لله بوابتين. مدينه نصر كانت رائعه برضو، لان النسر كان واخد بوابه اكتر من رائعه، بوابه جميله جدا. وزي انت ما تقول يا دكتور، هو الغرض انك الناس حتى ماشيه من بعيد تقول لك ده هناك ده النادي الاهلي. بالزبط. شخصيه النادي الاهلي، اللون، اللوجو بتاع النادي الاهلي، حاجه تليق بالكيان. وكمان عايزك لجزء كمان مهم جدا، سور نادي فرع نادي الجزيره. ما يعني حتى دي النقطه الثانيه اللي اتكلم حضرتك فيها، ان هو احنا كان في يعني شقين. الشق الاول ان انت بتعكس شخصيه النادي وبتعمل حاجه طريق بالنادي الاهلي. وفي مدينه نصر يمكن في النسر، وده هيبقى موجود في البوابه بتاعه المعلمين اللي هي البوابه ناحيه المستشفى المعلمين. بوابه المعلمين دي ان شاء الله هنشتغل فيها على طول برضو، يعني على طول هيبدا شغل فيها اليومين الجايين ان شاء الله. وهتبقى دي واخده شكل يعني عشان ما فيش مساحه، كان في البوابه قدام المرسى في النيل ما فيش مساحه قوي ان انت كنت هتعمل النسر. مظبوط. فاحنا هنعمل النسر بالشكل المجسم ده زي ما عملناه في مدينه نصر، هنعمله في البوابه بالظبط مع نفس الديزاين بتاع البوابه بتاعت كده. ده اللي دي مدينه نصر تقريبا، هتبقى كده بس البوابه مش هتبقى واخده الكيرف ده قوي، هتبقى زي بتاعت الجزيره اللي لسه معموله النهارده، بس النسر هيكون موجود. هيتم الانتهاء من البوابه دي امتى؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنشتغل فيها على طول، ممكن شهر فبراير او حاجه تكون باذن الله جاهزه يعني وخلصت. بس الاسوار يعني الاسوار واخد الاسوار بقى دي احنا حتى قلنا نستغل الموضوع بشكل تسويقي. يعني انت
الموضوع ليه يعني شقين. الاستفاده اللي احنا بنناقش شخصيه النادي، والاستفاده الثانيه ان انت ده عائد استثماري. مظبوط. وعائد تسويقي بيجي لك. يعني دي مثلا شكل البوابه قبل ما تتجدد. يعني احنا قلنا في دي قبل كنت بقول في الانترو ان احنا معانا صور يعني ده ما قبل يعني بيفور ان افتر ده متغير تماما. يعني ده شكل بقى يا ريتي جواه بعد هتشوف ايه قبل ده ايه الاول ده طبعا البوابه قبل البوابه الخلفيه اللي هي عند الملاعب مش الرئيسيه. تمام. بالاسوار دي طبعا شكل الاسوار الجديد ده بعد. دي احنا دخلنا في ده حاجه تانية. ده نادي الاقصر. ده نادي الاقصر. لا لا ده دي طبعا كلها لقطات من نادي الاقصر. لكن طبعا الاسوار والبوابات احنا استغلناها اعلانيا ودخله من ضمن ده البوابه اهي. دي البوابه اللي بعد ما اتجددت. الاسوار احنا دخلنا حتى الاسوار في المجموعه الاقتصاديه النادي الاهلي موجوده فيها وليها عائد سنوي النادي الاهلي بياخده من ورا الاستغلال الاعلانات اللي على الاسوار دي بنراضي. بالظبط. فاحنا في نفس يعني انت استفدت حاجتين. استفدت تغيرت الشكل بشكل يليق. انت اكبر نادي في مصر وافريقيا فلازم يبقى الواجهه بتاعتك تليق بيك. ما ينفعش يبقى المنظر اللي احنا مثلا شفناه كان شكل الاسوار عامل ازاي ولا البوابه كان شكلها عامل ازاي. يعني ده ما ينفعش للنادي الاهلي. فعشان كده احنا من اول يوم من قبل ما نيجي قلنا لا ده لازم يتغير. لازم نعمله بحاجه طليق وفي نفس الوقت نستفيد استثماريا وتسويقيا من الاسوار دي ان احنا نعمل عليها اعلانات. وفعلا دخلت من ضمن المجموعه الاقتصاديه واجنست رقم معين النادي الاهلي بياخده كل سنه. حلو. فقدرت تحقق المعادله دي الحمد لله وقدرت بقى تنفذ. يعني اهم حاجه ان انت ما بتخطط لحاجه في البرنامج الانتخابي وبتوعد بيها الناس التنفيذ بيبقى غير الافكار وغير يعني بيبقى مجهود اكبر بكتير. التنفيذ بيبقى صعب يا دكتور. صعب طبعا لانه انت مش يعني الناس بتبقى متخيله مثلا ان انت خلاص فكرتي كمجلس اداره فبتنفذي برضو كمجلس اداره بدون يعني جهات اخرى. لا احنا بقى في موافقات كتير جدا عشان صعبه عشان تاخد التراخيص بتاعه الكلام ده عشان تستغل الصور دي في اعلانات دي ليها موافقات كتير صعبه عشان تعمل البوابات دي برضو ليها موافقات مش سهله. يعني بدليل ان في يعني قبل يعني من زمان كانت الحاجات دي مفروض او يعني كان في تفكير ممكن انها تتعمل لكن كانت صعبه شويه الموضوع. بس انتوا كنتوا حريصين في مجلس الاداره ان البرنامج الانتخابي او البرنامج اللي حطيتوه ايام الانتخابات انه يتحقق في مواعيد كمان. يعني احنا دايما بنشوف بنشوف احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل لكن الامور ما بتوصلش لدرجه انه الناس بتصدق بمعنى صح. فاعتقد النهارده الحاجات اللي اتعملت النهارده ملتزمين كمان بمواعيد البرنامج الانتخابي ده كان شيء مهم جدا جدا يا دكتور. بالظبط. يعني يا كابتن هاني هي كانت كل حاجه مخطط ليها ان انت بتعملها في وقتها. يعني في حاجات قلنا هنبدا فيها فورا مثلا في البرنامج في حاجات قلنا هنبدا فيها مرحله ثانيه مرحله ثالثه وخلافه. احنا النهارده مثلا لو هنستعرض الحاجات اللي خلصت انت في الجزيره الحمد لله خلصت البوابات الاسوار الاسوار يعني فاضلك البوابه الثانيه. ارضيه الصاله المغطاه اتغيرت طبعا دي كانت برضو بتشكل مشكله كبيره لكل الفرق الرياضيه في النادي دي اتغيرت الحمد لله. المدرج التتش يعني التتش طبعا اعتقد اتعمل فيه شغل كبير جدا جدا جدا. انا كنت بشوفه من زمان انا كنت بلح يعني حاجه مختلفه خالص. كان اكيد التجهيزات اللي كانت موجوده طبعا يعني ما كانتش طليق برضو زي نفس الفكره اللي بنقولها ده حقيقي. هنا واقفين فين يا دكتور؟ ده هنا في المدرج التتش في الدور الثاني بتاعه. ده التجهيزات بقى بتاعه الدور الثاني دي ان شاء الله برضو هتبقى جاهزه. دي كانت اتبنت من اول وجديد صح؟ هيتم تجديدها. دي لا هي دي يعني احنا كان عندنا المنطقه دي اتبنت كلها يعني كانت موجوده يعني بس ما كانتش في اي تشطيبات ولا في اي شغل فيها ولا في كانت مهجوره يعني يعني بالظبط. فاحنا بدانا من الدور الارضي خالص ده اللي اتعمل فيه تجهيزات الفريق الاول ده غرف الملابس السنه فاتت. غرف الملابس بقى بالساونا بالجيم بالتجهيزات الرياضيه بالتجهيزات كل حاجه الطبيه كل حاجه. ده اتعمل حاجه كده يعني برضه بروفيشنال الفريق الاول. الدور بقى الثاني والثالث احنا بنعمله للفرق الرياضيه اليد والسله والطايره لان هما برضو ليهم الغرف الملابس بتاعتهم والمكاتب وكده برضو في ناحيه المدرج القديم. فدي برضو يعني خلاص يعني المدرج ده اصلا المفروض احنا المرحله الثانيه الكلام ده كله هيتهد خالص. المدرج القديم اللي هو الجزء اللي هو اللي عند الجزء اللي تحت المدرج اللي تحت المدرج ده كل ده خلاص كل ده هيتفور يعني كل ده هيتهد. ان شاء الله بلاند يعني ان احنا نعمل كده وهنبدا نشوف هنعمل ايه نستغل المنطقه دي ازاي بما يخدم اعضاء النادي ويكون حاجه يعني تكون اضافه للنادي الاهلي. فبنجيب كل الفرق دي الناحيه الثانيه عند المدرج الجديد. تمام. فالمدرج الجديد زي ما حضرتك شايف هم الثلاث ادوار عملنا دور للفريق الاول والدورين دول هيبقوا للفرق الرياضيه الاخرى فيها برضو كل التجهيزات كل برضو زي ما استعرضنا كده الغرف الملابس المكاتب الاداريه للمديرين الفنيين الكلام ده كله هيبقى جاهز يعني ان شاء الله خلال
يعني شهر من دلوقتي هتلاقي خلال شهر من دلوقتي بإذن الله. طب كويس جدا. المستوى يعني الطفرة الإنشائية اللي حصلت وانت كنت بتتكلم دلوقتي عن مدى الصعوبات اللي واجهتكم ان ده بيحصل للناس حقيقي وبيتصور كده في دقايق بس ده قبليه مجهود ووقت ويمكن صعوبات كتيرة جدا. الطفرة الإنشائية دي كمان حصلت في وقت قليل قوي وانتوا يمكن عائلة برنامج الأهلي يمكن مش عارف يمكن البرنامج الوحيد اللي انتوا قدرتوا تحققوا فيه يمكن 80 او 85% تقريبا انجزتوا كم في المية من عائلة برنامج يعني الأهلي؟ انا هقول لك انا يعني استكمالا بس للموضوع التتش عشان نخلص الملف ده. احنا كان عندنا في برضو حاجتين الاضواء بتاعت او الكشافات بتاعت الملعب يعني ملعب الاضاءه الاضاءه بتاعت الملعب برضو ضعيفه جدا بتاعت ملعب التتش فدي ان شاء الله برضو هتتغير بالكامل هتتعمل حاجه حديثه جدا وحاجه برضو تكون فيها اضاءه قويه عشان المباريات الوديه اللي بتتلعب للفرقه بالليل والكلام ده كله يبقى برضو التدريبات كمان بتبقى بالليل فاللعيبه بتبقى بالزبط يعني بالظبط ده برضو ده, ده 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 هيتغير المرحله اللي جايه ان شاء الله يعني برضو خدنا بيه يعني قرار مجلس اداره يمكن في الحته اللي ورا دي يعني لو هتبقى عارفها كابتن هاني الحته اللي ورا المدرج ورا المدرج الجديد ودي ليها بوابه داخليه كده يعني في شارع الضيق شارع المنادي دي برضو مهجوره خالص الحته دي مساحه كبيره وفي يعني برضو فيها مساحه يعني مفتقده كانت مفتقده يعني. فدي احنا بالنسبه لنا المساحه دي بنجهزها برضو هنوضبها جدا وهنجهزها ان هي تبقى باركنج للعيبه ده حاجه برايفت ليهم بحيث ان هم بدل ما بيركنوا مثلا بره وبيخشوا النادي في خصوصيه ليهم ده لازم حفاظا على يعني الفريق فلازم يعني هيبقى في حاجه خاصه ليهم باركينج يخشوا منه بعد كده يبداوا يخشوا بقى على الغرف الملابس بتاعتهم ده مهم حاجه مقفوله فدي بتتجهز برده الفتره اللي جايه دي ما موضوع الارضيه برده ده شق فني يعني ده بيطلب من يعني وانس ان هو بيطلب كنت لسه هقول لك برده يا دكتور لان يعني ده كان شيء مهم جدا كمان كل اللي حضرتك بتتكلم عليه مهم قوي كان كمان ارضيه الملعب كمان جزء فني مهم جدا هتساعد اللعيبه وتساعد يعني وتساعد الجهاز الفني ويطبقه بشكل كويس كان بيقولوا برضو شويه اصابات بسبب الملعب لا هو بص انا هقول لحضرتك يعني هو ده يعني احنا لازم نبقى ماشيين بسيستم النادي الاهلي ان انت الكوره بتدار بشكل ليها يعني اللجنه الفنيه لكره القدم وتحت اشراف الكابتن محمود الخطيب وعندك المدير الفني طبعا ومدير اداري يعني الكوره ليها ملف مع يعني ليها بالظبط كده فانت يعني المواضيع دي بتبقى مواضيع فنيه ان انت بالزبط. مثلا هتقول تغيير ارضيه التتش او كده ده لازم بيجي مطلب من المدير الفني والكابتن محمود واللجنه الفنيه ما بيتاخروش يعني ومجلس الاداره مش هيتاخر ان احنا لو في طلب بحاجه زي كده لان احنا يعني اوريدي دارسينها والمجلس الاداره دارسها وعندنا ليها اكتر من عرض واكتر من شكل ومدروسه لكن الوقت يعني انت بتحتاج ان انت في الوقت المناسب اللي هتغير فيه لان انت عم تغير انت بتشتغل طول السنه تقريبا شهور فمحتاج تروح في مكان ملعب تاني خالص بالظبط فعشان تروح في ملعب تاني خالص دي برضو سهله يعني تتجهز يعني من بس عايزه تحضيرات وعايزه لكن يعني هي لازم بلان. يعني قصدي اقول ايه يعني ده بيبقى حاجه فنيه بحته طبيعي. يعني زي ما يجي مثلا مدرب يقول لك انا عايز اللعيب ده انت مش مجلس اداره اللي بيحدد اللعيب مش هو اللي بيقرر في لجنه كوره لجنه فنيه مدير الفني ده اللي بيحددوا المطالب الفنيه للفرقه فده جزء من المطالب الفنيه واحنا كلنا ثقه يعني كمجلس اداره بصراحه في الرؤيه اللي ماشي بيها اللجنه الفنيه لكره القدم ويعني في تطور جامد جدا حصل في القطاع ده حقيقي. مش بس يعني في الفريق او في اللعيبه الجداد اللي بتيجي لا انت برضو في كل القطاعات اللي بتخدم الفريق الكوره او قطاع الناشئين او هنتكلم في ملف ده اللي يخليني فده كله يعني يعني قصدي اقول ان ده جزء من الموضوع ده وان شاء الله في الوقت المناسب لما يجي بيه الطلب يعني مش هنتاخر ان احنا نعمل هكمل يعني. بس عايز اسال كنت بسالك عن برنامج عائله الاهلي كم تم انجاز كم في الميه فيه من وقت الاعلان عنه يعني انت احنا في برنامج عائله الاهلي عندنا حوالي 80% تقريبا تم انجازهم يعني ولسه طبعا عندنا بعض الحاجات اللي احنا برضو شغالين عليها دلوقتي يعني اللي انا يعني انا حكيت في حاجات في الجزيره مثلا احنا شغالين عليها وفي حاجات مدينه نصر برضو هنحكي فيها والشيخ زايد فالكلام ده لما يخلص هتلاقي وهتخلص في وقت قريب تقريبا 15% هيخلص يعني لا عندنا حاجات يعني عندنا في حاجات ثانيه لسه ما بداناش فيها برضو يعني هنحكي فيها النهارده يعني لكن احنا بنشتغل يعني بقوه جدا ان احنا ننجز كل حاجه وعدنا بيها الناس
في البرنامج بتاعنا. طب تعالى نروح لمدينه نصر، لان كان برضو مدينه نصر شهدت انا في رايي برضو طفره كبيره جدا، ويعني الخدمات اللي تقدمت هناك. وخلينا نتكلم على جزئيه مهمه جدا كانت قلق الناس، عمليه الباركينج. البارك كان صعب جدا، وعمليه الجراج ده كان من مطالب الجمعيه العموميه هناك في مدينه نصر. ايه الانشاءات المميزه اللي تمت في فرع مدينه نصر لغايه دلوقتي؟ انت اللي كنت مسؤول عن الجراج. لا. المسؤول الاول عن جراج مدينه نصر. عايزين على الركبه بتاعتك. اه بالظبط. لا احنا لسه الجراج ده بيبدا يعني ان شاء الله. يعني الجراج ده بيبتدي. احنا في مدينه نصر برضو خلينا نقول ان في انجازات برضو تمت قويه جدا في مدينه نصر، من في الحته الانشائيه، من منطقه المطاعم اللي اتعملت جوه في النادي، في الفود كورت جديد بالكامل اتعمل 12 مطعم على اعلى مستوى، اتعملوا حاجه كواليتي عالي جدا. منطقه ترفيهيه برضو اللي اتعملت بشكل كويس جدا. الموضوع الاسوار والبوابات احنا اتكلمنا فيه. مظبوط. حتى الاسوار برضو احنا يعني برضو داخل فيها عمليه الماركتنج انها هتتسوق. طبعا ده لازم ده انت هتستغل الكلام ده كله، خاصه انت في منطقه كمان حتى الاسوار اللي على طريق النصر دلوقتي شغالين فيها دلوقتي، وهتتعمل حاجه محترمه جدا يعني. حلو قوي. ويعني شغالين برضو في نفس الوقت كده زي ما سهام بتقول في موضوع الجراج، يعني احنا خلصنا يعني الحاجات اللي بحكيها دي حاجات خلصت. يمكن اللي شغال دلوقتي موضوع الاسوار اللي في طريق النصر ده اللي شغالين فيه حاليا مع الجراج. الجراج ده طبعا كان طول الوقت هو مطلب يعني من زمان طبعا مدينه نصر. بصراحه انا برضو حابب يعني اثني برضو في احنا بنشوف اللقطات دي مستشار الهندسي للنادي الاهلي مهندس سامح علي كامل. راجل بصراحه يعني هو اللي يعني بيتابع وبيشرف على ملف الانشاءات دي كلها من مجلس الاداره وفي الفروع المختلفه للنادي. عنده طبعا يعني فريق عمل بيتابع، حد في الجزيره، حد في مدينه نصر، حد في الشيخ زايد. فاحنا بنجري في كل حته في نفس الوقت، لان احنا الحمد لله منظمين العمليه دي. مجلس الاداره منظمها بشكل ان احنا بشغالين كله في توقيت واحد. فده برضو انا حابب استغل الفرصه دي ان انا اشكره يعني على مجهوداته معانا الفتره اللي فاتت دي في كل الملفات الانشائيه. على المستوى ثلاث فروع يا دكتور. طبعا يعني هو مستشار هندسي مجلس الاداره. انا في ملف الجراج انا متولي مكلف من المجلس، ومعايا المستشار سامح علي كامل في اللجنه، والعميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي. فدي اللجنه اللي هي قائمه على متابعه الملف الجراج. عندنا الحمد لله قدرنا يعني ناخد موافقات على 30,000 متر او 33,000 متر بالظبط، اللي هي المنطقة اللي كانت ورا عند حمام السباحة، في ورا صالة حمام السباحة، مجمع حمام السباحة. دي كانت ألعاب كانت ألعاب القوة، وكان فيها ملعب خماسي. فاحنا عملنا بلان إن احنا هننقل بس ملعب الخماسي دي للمنطقة الرياضية اللي ورا، اللي عند الملاعب الطايرة واليد. عملتوا ملاعب الأكاديمية كمان دلوقتي بالظبط. ما أنا عايز أقوله بقى وأوضحه برضو لأعضاء مدينة نصر، إن احنا على طول خلاص يعني الملاعب دي شغالة من امبارح. يعني خدنا ملعب كبير من الملاعب الاكاديميه اللي هي برضو جزء من الانشاءات اللي تمت واتطورت في مدينه نصر. خدنا ملعب كبير واتقسم ثلاث ملاعب زي بالظبط ما كان في ثلاث ملاعب الخماسي، والثلاث ملاعب دول جاهزين اعضاء يستخدمون في اي وقت لحد ما يتم نقل الملاعب الخماسي دي للمنطقه اللي هي هتبقى هنعملها بقى منطقه رياضيه كامله، اللي هي فيها اليد فيها اليد والطايره والسله، وهتتنقل فيها ملعب الخماسي. وان شاء الله مستقبلا المرحله الثانيه يبقى في السكواش والجمباز برضو زي ما عودنا الناس في مدينه نصر. فالمنطقه دي كلها اللي هي عند الجامع ورا دي كلها هتبقى كلها منطقه رياضيه في جميع الالعاب تقريبا بالظبط. والجراج هيجي على مساحه ال 33,000 متر، هيسعي حوالي 1000 سياره. 1000 سياره فده يعني ده احنا برضو لما الدراسه عملناها في مدينه نصر الماكسيمم، يعني لما بيبقى الدنيا هناك زحمه جدا بره وجوه بيبقى حوالي مثلا 1200 عربيه 1000. انت محكوم برضو بمساحه طبعا هو ال 30,000 دول اخرك هناك يعني. فاحنا ويعني عشان الديزاين بتاع الجراج فال 30,000 دول يشيلوا تقريبا 1000 عربيه كتير على دور مسطح واحد أوكي. انت برضو يعني عملت ده برضو لان انت عشان هتعمل كذا دور وتنزل تحت ارض دي هتبقى 10 اضعاف. صحيح. هو الجراج دورين يعني لا دور واحد دور واحد. فهيخدم يعني انت بتخدمي الاعضاء بافضل سعه ممكنه واقل تكلفه برضو ممكنه على النادي الاهلي، لان احنا لو عملنا مثلا دوار تحت ب 10 اضعاف الرقم اللي احنا صحيح حطيتوه بالظبط. فاحنا انا برضو يعني عشان في حته الموافقات دي انا
بتك عليها كتير وبقولها كتير، يعني بصراحه كابتن محمود الخطيب يعني صحيح. يعني عمل في لا يعني عمل بصراحه في 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 الملف ده بالذات، يعني مش ملف الجراش، يعني في ملف الموافقات ده حاجات التصريح يعني يا دكتور. يعني بتقصد ايه الموافقات؟ الموافقات التصريح بقى الهندسيه وموافقات من جهات معنيه، يبقى في موافقات من جهات معنيه كتير عشان ان تاخدي موافقه ان انت تبني جراش جديد او تغيري البوابات او تغيري الاسوار او تعملي الحاجات دي كلها جوه النادي، ما بتبقاش بسهوله. يعني الناس ممكن تبقى متخيله اللي هو طب يلا نخش نبني كذا، الناس بتتخيل انه في يوم وليله جوه النادي فهنبني. لا لا لا، في موافقات وفي حاجات بتبقى صعبه، بدليل ان هو الجراش احنا من سنه 95 فعلا، سنه 95 يعني هو مطلب يعني ده جماهيري يعني طبعا 25 كان سنه، كان صعب قوي فعلا. شوف من 95 لدلوقتي أيوة. زدنا كام التعداد السكاني كام النهارده، وده مش تقصير ابدا من مجالس السابقه، بالعكس كله كان بيسعى انه يعمله وكله كان بيسعى انه الموافقات دي، لكن هو بصراحه الحمد لله يعني انه كان التوفيق معانا ان احنا قدرنا نخلص الموافقات دي. ويعني حابب فعلا اشكر كابتن محمود ان هو بيشرف على الكلام ده كله بنفسه، بيتابع الحاجات دي كلها بنفسه، ف يعني بصراحه ده يعتبر انجاز كويس جدا للمجلس موضوع الجراج. وباذن الله يعني في خلال 6 شهور من دلوقتي ان شاء الله شهر مايو ان شاء الله الجراج ده جاهز والناس تقدر تستخدمه في 5 اللي جاي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. فكره كمان جديده جدا، مش جديده يعني، بس برضو فكره من الافكار اللي بتدر اكيد ربح مادي على النادي الاهلي بشكل عام، فكره وجود 3 فروع لبنوك داخل فرع الشيخ زايد. كلمني بقى عن الفكره برضو جت منين، ايه الاستفاده الماديه اللي النادي الاهلي هيحصل عليها من خلال وجود ال3 افرع دول؟ طبعا في استفاده ماديه كبيره، وده اللي انا برضو حابب اتكلم فيه، انه احنا لما بنيجي نقول مثلا انشاءات او بنيجي نقول ده ملف انشاءات، احنا ملفات النادي كلها متداخله في بعض، يعني مفيش حاجه اسمها مثلا شق انشاءات وشق رياضي، مش حاجه منفصله. ليه بقى؟ لان هم بيصبوا في بعض، بدليل مثلا احنا بنيجي نتكلم عن الانشاءات من شويه اتكلمنا على مدرج التتش بيخدم الفريق الاول، بيخدم الفرقه الرياضيه في النادي، ده منشات صح، لكن بيصب فين في الاخر؟ اكيد فنيا للفرقه الرياضيه. لما بنيجي نعمل مثلا مجمع زي مجمع البنوك ده في الشيخ زايد، المجمع ده 3 بنوك اتعملوا على مساحه ما كانتش كبيره، 600 متر 200 مليون جنيه للنادي الاهلي منهم. فدي حاجه انت بالظبط حاجه انت بتفيدك جدا، انت كل ما بتزود في منشات النادي كل ما بتعمل صالات رياضيه جديده زي الشيخ زايد، مجمع البنوك في صاله جمباز بتتعمل دلوقتي تحت الانشاء حالا، صاله كاراتيه، سكواش، وان شاء الله مع نطلع العام القادم في الكوارتر الاولاني يعني في شهر 3 أو 4 هيكون الصالات دي باذن الله جاهزه كلها. دي بتزود اشتراكات النادي، يعني انت بتيجي تعمل صالات وتوزع فبالتالي انت يعني انتوا عاملين ارتباط كامل. طبعًا. انت بتبني ومجرد البناء ومجرد تبني وتدفع فلوس، لا انت كمان انت بتخدم الاعضاء. طبعا يعني بتعمل خدمات للاعضاء، يعني ده حقهم، يعني ده واجب مجلس الاداره تجاه اعضاء النادي، فده حق انت توفر لهم كل سبل الراحه وكل السبل الخدميه والرياضيه لابنائهم وليهم في النادي الاهلي، فده دورك كمجلس اداره، فده احنا بنجري فيه على طول الوقت. وفي نفس الوقت انت ده بيجيب لك عائد استثماري، العائد ده ما هو بيفيد النادي الاهلي وبيفيد الفرقه الرياضيه وبيفيد فريق الكوره، يعني فاهم قصدي؟ يعني انت بيبقى عندك النادي الاهلي مدخل، احنا في الفتره بتاعتنا مدخلين اشتراكات فوق المليار، يعني مليار و200 مليون في فتره قد ايه يا دكتور؟ 3 سنين. 3 سنين. فانت عامله يعني، ما هو ده بيجي برده من ايه؟ ان بيجي ان في تطوير في النادي، يعني من وجود يعني من وقت وجود مجلس الاداره الحالي. بالظبط، في تطوير النادي بيتم في الجزيره في مدينه نصر في الشيخ زايد، في فرع جديد بيتعمل في تجمع طب والبنيه التحتيه بتاعته خلصت الحمد لله بالكامل. نروح له، لان ده كمان مهم جدا في ده، هيدر ان شاء الله مبالغ برده على المستوى التسويقي رائعه. وكنا متابعين المشروع ده دكتور من فتره، واحنا عرفنا فعلا يمكن المرحله الاولى تقريبا 85% منها انتهت، وفي شهر 6 اعتقد شهر 6 هيتم افتتاحها يعني ان شاء الله يا كابتن هاني. يعني احنا البنيه التحتيه بالكامل خلصت بالكامل، لكامل الارض بقى، مش حتى المرحله الاولى، لكامل الارض اللي هي ال 50 فدان كلها خلصت. بتتكلم دلوقتي في ان انت شغال على المرحله الاولى اللي هي حوالي 30 فدان من ال 50، ده هيبقى فيهم طبعا مبنى اجتماعي، وهيبقى فيهم مبنى اداري، وهيبقى فيهم ملاعب الاكاديميات وملعب خماسي، ويعني تخدم الاعضاء يعني. والمرحله دي باذن الله زي ما انت قلت يعني ان شاء الله شهر 6 البلان ان احنا نكون يعني يكون تم الانتهاء منها. بدانا مرحله اولى، وهيبقى في مرحله ثانيه طبعا كمان في التجمع الخامس، يعني بحيث يبقى نادي متكامل في كل حاجه يعني.
فده طبعا برضو من الحاجات اللي يعني، وده استكمالا للتجمع للانجازات المجالس كلها. بص كمان احنا عايزين كل يعني طبعا لسه في كمان كلام عندنا كتير، لكن في كانت نقطه موقفاني جدا رغم الظروف الصعبه اللي العالم كله بيمر بيها وازمات على مستوى الانديه على مستوى العالم كله، لكن بصراحه النادي الاهلي هو النادي اعتقد الوحيد في العالم اللي يمكن ما خصمش من العمال او جه على العمال صحيح. او قلل مثلا عقود اللعيبه او صحيح. كل ده يحسب لان انت كنت واقف على ارض صلبه، يعني اعتقد ده من الانجازات المهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله كابتن، فعلا دي في ظل الظروف الصعبه بتاعه الكورونا في انديه عالميه قللت مرتبات اللاعبين والرياضيين والعاملين في الانديه، ده كتير حضرتك يعني مطلع على الانديه بره كلها وعارف ده. النادي الاهلي الحمد لله ما جيناش على اي عقد لاي لاعب او لاعيبه في النادي او اي حد من الموظفين، كان عندنا اصلا في يعني لمساس يعني بالموظفين والعاملين في النادي، يعني احنا حتى ما كانتش ايه في الاوبشنز بالنسبه لنا، ما كانش في فكره اصلا يعني ان احنا نقلل من الموظفين او العمال او خالص. وعلى فكره ولو كنتوا يعني عملتوا كده ما كانش يعني المفروض يعني ما كانش حد ممكن يتكلم قوي لان الدنيا كانت على الكل يعني. بص يا سامي، يعني انا برضو يعني استغل برضو النقطه دي ان انا يعني اوجه فيها الشكر زي ما وجهت اوجه الشكر للمهندس سامح لكل يعني المنظومه دي او الانشاءات دي لما بتخرج او بتطلع، غير انه عمل مجلس اداره يعني ده زي ما بقول لك كله بيبقى متداخل، يعني حتى احنا كلنا بنعمل مع بعض يعني جهه واحده، مفيش حاجه اسمها مثلا ده مسؤول عن ده وده مسؤول عن ده، لا كلنا بنشتغل مع بعض، مفيش ملفات منفصله عن بعض، لا احنا كلنا مجلس اداره بنشتغل مع بعض في كل حاجه في كل الملفات، كله بيفيد وكله بيقول وجهه نظره وكله يعني والحمد لله المجلس فيه من الخبرات الناس الكبار اللي تقول ده، وفيه من الناس الشباب الكوادر المميزه جدا برضو اللي تقول ده. ففي النهايه اللي انا بقوله لك انه عشان تطلع الصوره دي كده، احنا مش بنشكر بقى لا المجلس والمستشار الهندسي، لا احنا نبدا من تحت يعني العاملين وعمال الاضافه والموظفين العمال افراد الامن في النادي طبعا النهار قاعدين على خدمه النادي، كل القطاعات الاداره التنفيذيه كلها اللي في النادي الاهلي بصراحه يعني انا حابب اوجه لهم الشكر ان الناس دي يعني الكلام ده مش هيطلع يعني بالذات موضوع الانشاءات ده مش بس مجرد مهندسين شغالين فيه، لا الموضوع ده انت بتلاقي عامل بيساعد وبتلاقي الامن سهران عليه وبتلاقي توجيهات في من المدير التنفيذي للناس في الشغل وبتلاقي متابعه وبتلاقي تقارير لينا في مجلس الاداره وبتلاقي السايكل ماشي سريع فانت في النهايه ده مش عمل ابدا قطاع واحد او اداره واحده، لا كل العاملين في النادي وكل الموظفين في النادي ومن اصغر واحد لحد رئيس نادي الاهلي كله مشترك في النجاح ده وكله شاهد على ده وكله فعلا كله اشترك فيه فده انا حابب اشكرهم يعني من هنا ان هم اللي ساعدوا في ظهور الشكل ده، وان شاء الله المشروعات اللي احنا شغالين عليها تخلص في توقيتاتها المحدده ان شاء الله. يعني المشروعات اللي لسه هنتكلم على يمكن فيه كمان طفره وحاجات عندك نادي الاقصر كمان عندنا مش عايزين نغفل دي نادي الاقصر دي فكره هايله، دي برده كانت من ضمن المجموعه الاقتصاديه اللي اتعملت مع شركه السادات، فنادي الاقصر انا شايفه فكره عظيمه جدا ان انت تبدا طبعا. ان نادي اهلي يتواجد في المحافظات طبعا يعني ده دي حاجه مهمه خاصه الصعيد يا دكتور وخاصه طبعا. الصعيد طبعا برضو النادي مساحته مش صغيره يعني برضو حوالي 13 فدان تقريبا مساحه النادي في الاقصر، وهو مجهز يعني هو في ملعب كوره وفي صاله مغطاه وفي حمام سباحه مجمع حمام سباحه وبيتبني عليه مرحله ثانيه وبتفتح فيه عضويات واشترك فيه ناس، وان شاء الله يبقى افتتاحه بالنسبه لنا قريب يعني اتمنى يعني ان شاء الله هو ده اللي قدامنا ده دي صور النادي الاهلي يعني صور من حاجه محترمه برضو دي حاجه كويسه، واحنا احنا في كمجلس برضو ك استراتيجيه مجلس اداره ان احنا مهتمين بان انت تفتح في محافظات اخرى ده وفي حاجات يعني تحت النظر كتير سواء في اسكندريه في المنصوره يعني تحت الدراسه الملف ده برضو مع زميلي وصديقي العزيز محمد الجرحي هو يعني متولي ملف المحافظات يعني فاستغل برضو فرصه دي نهنيه بالفوز في مجلس الشعب النائب صديقي واخويا العزيز يعني فزي ما بقول لك احنا بنشتغل كلنا يعني في حاجه احنا بنشتغل مع بعض كتيم واحد يعني احنا بس معانا فاصل هنطلعه بس في حاجه مهمه جدا اللي هو حلم جماهير النادي الاهلي نتكلم على طبعا الطفره الانشائيه لسه ما خلصناش منها ولكن كمان حلم جماهير النادي الاهلي واستاد النادي الاهلي يعني هنتكلم فيه بس بعد الفصل.
رجعنا مع حضراتكم وفقرة مميزة جدا جدا مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور محمد سراج. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل على حلم، مش حلم جماهير النادي الأهلي بس هنا في مصر، لكن حلم جماهير النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي في العالم كله، استاد النادي الأهلي. طبعا يعني أكيد ده حلم يعني ملايين جماهير النادي الأهلي، وإحنا برضو موضوع الاستاد ده كان من ضمن البرنامج الانتخابي بتاع عائلة النادي الأهلي، وأقدر أقول إن إحنا شغالين عليه، يعني شغالين عليه بشكل قوي الفترة اللي فاتت، اشتغلنا عليه وما زلنا شغالين عليه. لكن إحنا هنقول برضو حاجة، إن إحنا زي ما كنا بنتكلم في موضوع الجراج وإن إحنا كان حلم قعد سنين متأخر، مع إن هو ممكن يبان إنه بسيط يعني مش مشروع ضخم يعني، لكن كان واقف بسبب يعني موافقات وجهات معنية بتجيب منها موافقات وخلافه. الاستاد برضو نفس القصة، يعني احنا برضو الاستاد بالنسبة لنا يعني عشان نستعرض الموضوع من البداية، كابتن محمود الخطيب حطه في الأولويات، ولما جينا حتى عملنا قصة استاد السلام فاحنا عملناها. كانت خطوة حلوة برضو يا دكتور. كانت خطوة حلوة. كنت عضو اللجنة اللي كانت بتشرف على التجديدات استاد السلام. عايز اقول حاجة بس هنا قبل ما تكمل يا دكتور، ان انت يعني مش محمد سراج بيتكلم في ملف الاستادات، انت واحد من الناس اللي كان يمكن موضوع او ليك علاقة بال يعني انت درست حاجة زي كده يعني، وكم ليك يعني حتى موضوع دراسة الماجستير اللي انت عملتها عن عملية انشاء الملاعب بشكل امن، ويمكن تطرقت في موضوع الرسالة دي، ازاي تكلفتها الانشائية بتتم بالزبط. ازاي تدر كمان عائد مادي مختلف بالزبط. صح؟ أنا كنت يعني مش لا كنت عامل موديل ده اللي خدت عليه الجائزة في ألمانيا، انا كنت عامل زي موديل كده انت بتدخلي، ده كان وقت استاد السلام دي عمل استاد السلام الموديل اللي كنت عامله ده كان يعني قعدت فيه طبعا شغال فيه سنه تقريبا. كنت انت بتدخلي الانفورميشن او الحاجات اللي هي البيزك انفو بتاعت اي استاد في العالم، يعني مثلا الساعه بتاعت الاستاد ايه، الكواليتي اللي انت عايزاه ايه، في خدمات تجاريه مفهوش في روف ولا لا، حطي البلد اللي هي اللي فيها الاستاد، كان الموديل ده شغال على 56 دوله تقريبا. فانا كان في شويه انبوتس كده بحطها في الموديل ده، ومربوطه بقى بالاف الايكويشنز جوه الموديل، كانت بتطلع لنا في الاخر الاوتبوت بتاعنا التكلفه بتاعت الاستاد بالارباح، لان كان محطوط لكل بلد الافريج بتاع التذكره، النيمنج رايتس بتاع اللي هو بيتحط على حقوق التسميه يعني، الفي اي بي بوكسز، السيتس، التذاكر الموسميه، كان محطوط كل الارباح اللي ممكن تجيك من الاستاد، ومحطوط كل التكلفه التكلفه الانشائيه اللي ممكن يكلفها الاستاد بالكواليتي اللي هو اي وبي وسي ودي ب 56 دوله. فده كان حلو. ولما جينا بقى عملنا تشيك عليه من هو قد ايه الصلاحيه بتاعته او قد ايه، كانت 97% من لما جيت قيسته بحالات موجوده اوريدي، يعني استادات موجوده زي ايه، اليانز ارينا عملنا عليه عملنا على اليانز وعلى اليوفنتوس وعلى كذا استاد، انه حطينا الموديل بتاعنا يعني كاننا بنحط الانفو بتاعت اليانز مثلا ارينا، فبيجي لنا التكلفه وبيجي لنا الارباح بتاعته، فطلعت مطابقه للحقيقه بنسبه 97%. حلو قوي. فالموديل ده كان مفيد جدا، وهو ده يمكن يعني انا يمكن قعدت كمان قبل كده مع دكتور اشرف صبحي واهديت يعني الموديل ده وزاره الشباب والرياضه في مصر يعني من حوالي سنه تقريبا، وهو كان شكرني عليه جدا واستفادوا منه في حاجات الحمد لله، وقال لي يعني الكلام ده، دي حاجه برضو اسعدتني يعني. بالنسبه لي طبعا في النادي الاهلي هو حلمنا كلنا من سنين، اشتغلنا على الملف ده من قبل ما نبدا الانتخابات، يعني من قبل ما احنا نكون موجودين في النادي الاهلي كنا حضرنا ورحنا، ويمكن سافرت انا ومهندس خالد مرتجي بتكليف من كابتن محمود الخطيب لانجلترا لمقابله شركات هناك في موضوع الاستادات، متخصصه بموضوع الاستادات بالظبط. بعدها عشان كان في ويمبلي وكان لا مش في ويمبلي يعني قابلنا شركات مسؤوله عن الاستادات اللي هي ممكن يعني تجيب تمويل للاستادات وخلافه، وجبناهم من مصر يعني. بس عشان ابقى ماشي بس بسيكونس مظبوط ونفهم الناس اللي حصل في الملف ده، اتعمل لجنه كانت برؤوسها ومعايا المهندس سامح علي كامل مستشار هندسي، ودكتور سعد شلبي قامه كبيره جدا مستشار التسويق للنادي بصراحه، يعني راجل برضو عمل يعني شغل كبير جدا مع النادي في الفتره الاخيره في الملف التسويقي، والعميد محمد مرجان. اللجنه دي يمكن حطينا تصور كامل للاستاد بالفيجن بتاعته بشكله بالتكلفه بالارباح المتوقعه منه،
زي ما اتكلمنا كده النيمنج رايتس ايه والفي اي بي سيتس والبوكس اللي مش مجرد تذاكر بس يعني انت لا حطينا مصادر ربح اكتر من 12 مصدر زي ايه لك ارباح للاستاد زي انت استادات العالم كلها بتعتمد على ده احنا لسه في مصر هنا ما اشتغلناش بيه ما عندناش اي يعني عندنا حوالي 25 استاد في مصر ما فيش ولا استاد يعني يمكن بدات التجربه في السلام بره بيبقى فيها ريستورانت وفيها ستورز بيبيع لا كمان النيمنج رايتس يمكن بدات في التجربه في استاد السلام انها بتتعمل لكن انت عايز بقى تعملها بسكوب اكبر تتصمم من البدايه صح تعمل بقى استاد بالاكسسبيليتي بتاعه الدخول والخروج سهل عدد بوابات كافي عشان الناس ما تقعدش داخله في 3 4 ساعات الاستاد زي بره تخش في نص ساعه صحيح. لان هي ليها حسبه وليها افريج معين عدد الكاباسيتي بتاع المدرجات بتاع الكراسي والمدرجات مع عدد الابواب ده ليه حسبه معينه مش ما ينفعش يبقى استاد 70 80 الف وليه 10 بوابات مثلا دي حاجه او بوابات صغيره دي حاجه تهريج يعني ما ينفعش يعني لا فانت في النهايه يعني لازم بتعمل الديزاين بتاعك فده كل ده شغالين عليه ان الديزاين بتاعنا من البدايه يبقى امن يبقى ملائم للنادي الاهلي يبقى فيه خدمات تجاريه يبقى فيه مصادر ربح مختلفه سواء من التذاكر او من الفي اي بي بوكسز دي اللي بتتباع بارقام بره احنا عاملين في التصميم بتاعنا حوالي 50 في اي بي بوكس 50 ده عدد كبير بيتباعوا لشركات سنويا برقم كل واحد طبعا. يعني انت بيجي لك مصادر يعني عشان الناس تقول مثلا طب ما فيش جمهور ما احنا حاطين مصادر غير التذاكر الجمهور عندنا مصادر سبونسرز رعاه عندنا نيمنج رايتس ومش بقول لك بقى مجرد يعني اللجنه دي عملت ايه حطت التصور تمام وحطت حللت دراسه الجدوى بكل ارقامها بكل تفاصيلها بكل حاجه تتخيلها والحته الهندسيه مع المهندس سامح علي كامل عملنا الشكل الهندسي والدنيا وكلمنا مع شركات كبيره جدا برضو في الحته المعماريه توب يعني في العالم في الحته دي مجهزين شغلنا كله في الكلام ده الخطوه اللي عملناها بعد كده ان احنا نبدا نحط تايم لاين هنبدا الكلام ده امتى هنشتغل مع مين بدانا نقعد برضو مع شركات كبيره سبونسرز يعني رعاه عالميين مش مصريين بس ده بداتوا فيه مش عارفة ولا لسه ده بدانا فيه يعني قاطعين اشواط مع ناس يعني انا مش يعني انا اتعودت وتعلمت ده من الكابتن محمود ان هو ما بحبش اتكلم في حاجه غير لما تخلص او تتم يعني هو دايما يقول لنا كده فعشان كده يمكن انا الملف ده ما اتكلمتش فيه قبل كده او مع ان هو فيه كتير وعايز له حلقات لوحده لكن احنا ان شاء الله في الوقت المناسب باذن الله هنتكلم فيه باستفاضه عن كل حاجه اكيد في الوقت المناسب لما باذن الله نوصل للريتش اللي احنا عايزينه يعني ان شاء الله لكن احنا حاليا اللجنه دي اشتغلت على الدراسات اشتغلت على الكلام ده كله قابلنا الشركات العالميه في السبونسر ده على مستوى الرايت نيم نفسه على مستوى النيمنج رايتس على مستوى السبونسرز اللي جوه جالنا عروض اصلا من شركات ان هم يمولوا الاستاد وكذا وخلافه لكن من كذا شركه برضو طب كويس لكن احنا بصي يعني احنا عملنا دراسات حاله لاكثر من 18 استاد حوالين العالم جوه برضو اللجنه دي من ضمن الدراسات الحاله بتاعتنا او الاستادات اللي احنا يعني مميزه ممكن نقول اليوفنتوس مثلا اولمبيك ليون استاد توتنهام الجديد خلاص انت كل استاد بكل طبيعه دوله مختلفه صحيح. يعني استادات اوروبا اصلا بتتعمل بسهوله ليه لان هي بسهوله جدا انت كل استادات اوروبا معظمها يعني بتعتمد على القروض يعني هو بياخد كارد يعني يوفي نص التمويل بتاع الاستاد بتاعه من قروض والباقي نيمنج رايتس وسبونسرز وكده توتنهام 600 مليون استرليني 400 منهم قروض اولمبيك ليون يمكن هو اللي كان ليه تجربه مختلفه شويه ودي اللي احنا قريبين منها اكتر وماشيين فيها اللي هي شركات المساهمه احنا القروض عندنا بتبقى صعبه ليه لان انت طبيعه البنوك غير بره صحيح انت بره بتاخد كارد على 1% ولا 0.5% ولا كذا فانت سداده سهل يعني انا ريال مدريد لما رحنا زرناهم عشان كنا بنتكلم برده في كذا حاجه شرحوا لنا تجربه ان هم بيطوروا سانتياغو برنابيو وبتكلفه 400 مليون يورو يعني كانه بيعملوا استاد جديد رقم كبير جدا بيعملوا مناطق لان هو استاد قديم فما فيش اي برده خدمات تجاريه حواليه بيعملوا كانوا بيبداوا من اول جديد لا بيطوروا هو على نفس بيطوروا من افهم بس كانها بدايه بالزبط. من الاول بالزبط. يعني بيزودوا 5-6000 مقعد جداد على الاستاد وبيعملوا خدمات تجاريه واداريه حواليه عشان تجيب لهم عائد ده اللي احنا بقى بانيينه اصلا من البدايه في النادي الاهلي يعني ان احنا بانيين كل ده في الحسبان انه يبقى استاد عالمي ان شاء الله فاولمبيك ليون هو اللي اقرب يعني لان هو بقى يعني ريال مدريد برده يعني لما عمل الحسبه دي 400 مليون يورو هو قال لك احنا الموضوع سهل جدا احنا خدنا كارد من البنك على 25 سنه تسدد على 25 سنه واحنا البلان بتاعتنا ان احنا هنسدد في حوالي 6-7 سنين بالظبط يعني حتى الدنيا سهله هنا ده تجربه صعبه ان انت تعملي القروض دي لان طبيعه البلد وطبيعه القروض والبنوك
لا يعني هتخش فيها بقى 15% و 20% حاجات مش هتع... يعني العائد اللي هيجي لك هيعمل لك مشكله، فمش طبعا. هتحط النادي في الريسك ده، فبالتالي بتبدا تدور على حلول ثانيه اللي هي ايه بقى، شركات المساهمه مثلا. وده مثال ناجح في بعض الانديه برضو بره زي في تركيا في فرنسا بدات تمشي وماشيه بشكل كويس. اوروبا يمكن ما بتعتمدش عليه قوي يعني ما رجعش يعني في اسبانيا وانجلترا مثلا مش هتلاقي ان هو مصدر تمويل كبير لشركات الكوره او الاستاد من البورصه او من الاسهم، لكن في مصر هتمشي لان طبيعه الشغف بتاع الناس بالكوره والحلم المنتظر زي ما انت قلت يا كابتن هاني انه هو بالنسبه لهم الاستادات هناك بره سهله يعني انت كل في كل نادي عنده استاد وكل يوم بيعمل استاد جديد من, من الممتاز لغايه الدرجه الثالثه. فالدنيا هناك ان انت تيجي تجرب في مصر وتقول له شارك مثلا في حاجه زي كده يقول لك ما هم مش محتاجين ده يعني هم عندهم البنوك فاحنا هنا فكرنا طب ايه هنعتمد على مصادر بقى اخرى. فالمصادر دي بالنسبه لها الشركه والحقوق بقى التسميه والرعاه والحاجات دي كلها، بس احنا زي ما بنقول ان احنا بس نبدا نعدي الفتره اللي هي بتاعت يعني عشان نبقى بنشتغل صح. احنا ماشيين الحمد لله في البروسس بتاعت الموافقات والكلام ده كله تخلص بس على خير يعني ان شاء الله تبقى يعني في الشيخ زايد احنا البنيين الحلم ده في الشيخ زايد فالبروسس دي بس تخلص وان شاء الله يعني يعني ممكن خلال السنه دي تبان الموضوع ده بمناسبه الشيخ زايد ونبدا ان احنا بعديها يعني نبقى جاهزين لكل الشغل بتاعنا في الملف ده، بس نكون خلصنا المرحله بتاعه الموافقات عشان ما نسبقش الاحداث. احنا مش عايزين ان احنا نقول نخلص حاجه نقولها نخلص حاجه نقولها كده. انا بشرح بس الايه اللي تم قبل كده واللي تم دلوقتي اللي هو موضوع الشركات بقى انه بدا قرار مجلس اداره ورؤيه من الكابتن محمود الخطيب ان احنا نعمل ثلاث شركات ده بقى تمشي تزامنا ومع التعاصر بقى شركه السياحه وشركه الكوره وشركه استاد الاهلي وشركه استاد الاهلي ده طبقا لقانون الرياضه الجديد وللائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي ان انت تاسس شركات مساهمه تبدا تنمي مواردك بقى بشكل متطور شويه عن الشكل التقليدي العادي اللي هم الرعاه والخلاف واللي احنا دايما بنعتمد عليه. بدأنا احنا نعمل ده في تنمية موارد بشكل مختلف في الملف التسويقي يعني بعيد عن الرعاة بنحاول ان احنا نطور ونجيب عائد للنادي من مداخل كتيرة. فهيبقى الشركات دي يعني هتنقل النادي نقلة تانية خالص خصوصا مع نادي جماهيري زي النادي الاهلي. بتتكلم على قاعدة جماهيرية يعني ده الجذب يعني ده بقى اللي يعني مع احترامي لأي اندية خاصة واندية شركات ده اللي يفرق ده يعني انت يعني مش هتيجي هتلاقي مثلا حد من جمهور او كده حابب او حتى من مستثمرين يساهم في شركه مساهمه لنادي مالوش جمهور صعبه. لكن انت النادي الاهلي اكبر قاعده جماهيريه في افريقيا وفي مصر فبالتالي انت بتنشن صح في الحته دي وبتدرس يعني احنا دلوقتي ان شاء الله في مجلس الاداره 1 ديسمبر باذن الله هنقدم التقارير. احنا ثلاث شركات في شركه الكوره بيترأسها المهندس خالد مرتجي مع استاذ طارق قنديل ومحمد ضماطي. عندك الشركه بتاعه السياحه بيترأسها استاذ ابراهيم الكفراوي ودكتور مهند مجدي دكتور رانيا علواني كابتن جوار نبيل كله بيشتغل بقى يعني اجتماعات على طول دوريه بيشتغلوا بشكل مكثف انه يتقدم افضل تصور لشكل الشركات دي. وشركه استاد الاهلي انت عضو فيها؟ استاد الاهلي طبعا استاذ خالد الدرندلي امين الصندوق هو رئيس اللجنه ومحمد الجرحي وانا يعني دي اللجنه بتاعتنا. الثلاث شركات هتقدم تصورها في اول ديسمبر ان شاء الله. في اول ديسمبر تصورها لتاسيس شكل الشركات ده هيبقى عامل ازاي يعني تاسيس الشركات نفسها. تمام بالظبط في اول ديسمبر ان شاء الله ومع موافقه مجلس اداره اولا نبدا. عشان كده بقول ايه مش بنسبق الاحداث لكن اللي احنا عملناه في الجمعيه العموميه ان احنا حاطين الثلاث شركات دول باذن الله يعني حاطينهم في جدول الاعمال الرئيسي بتاعنا في الجمعيه العموميه 23 24 مجرد ان شاء الله يعني ما ناخد تصديق عليهم خلاص يبقى ده قرار يعني نفضل بقى ان احنا نقدر نشتغل عليه لكن مش هنقدر نشتغل عليه من دلوقتي ما خدتوش لسه قرار لان هو طبقا لقانون الرياضه ولائحه النظام الاساسي للنادي انت لازم تاخد موافقه الجمعيه العموميه على اي شركات جديده. مظبوط فبالتالي ده احنا حطيناه دي كده الخطوه الاولى حاطين في حته الاستاد ان احنا شركه مساهمه وان النادي الاهلي يخش بحصه عينيه 60 فدان من ارض الشيخ زايد. ده القرار الموجود في الجمعيه العموميه لان انت في النهايه الفكره ايه ان انت عايز بتمول الاستاد بتاعك. طيب هتموله ازاي؟ هتاسس شركه انت بيبقى يعني المينيمم بتاعك 51% برضه عشان تحفظ حق النادي طبعا. وهويه النادي الاهلي ودي تحط عليها مليون خط ان انت
كنا في حد يقول لك انا مثلا هاخد هدفع كتير ويبقى انا حسيتي ما اللي بقى اللي هو لغه المال اللي درجه دي اللي هي غير خاص بقى ولا رجال اعمال ولا السكه دي بالظبط ما تبقاش لغه مال غير يعني غير مدروسه. فاحنا لا هي الحاله لائحه النظام الاساسي بتقول ان 51% النادي الاهلي ممكن تبقى 60 ممكن تبقى 7 على حسب بقى اللي هيحدده مجلس الاداره والشكل اللي هيحدده النادي لكن ده المينيمم بتاعك. فده الحصه النادي هيخش بايه هيبقى داخل بالحصه العينيه بتاعه الارض بحيث احنا ما نكلفش النادي الاهلي اي يعني استاد ده محتاج طبعا 4 مليار 4 مليار الدراسه بتاعته عشان تعمل بقى استاد بشكل طب 4 مليار للاستاد ولا حتى الخدمات اللي بره لان لا لكل خدمات يعني لا مناطق ترفيهيه و بالظبط يعني اللي انت تعمل بقى كل حاجه بالشكل العالمي اللي احنا بنحلم بيه ده فتكلفته دراسه الجدوى برقم كبير. فانت في النهايه لا النادي الاهلي باسمه يقدر يجيب الرقم ده. انا بقى انا يعني كل واحد الناس يتمنى دلوقتي انت لو نزلت بكره قلت هساهم يعني بالظبط يعني انت النادي الاهلي بالظبط فانت بقى هتبدا بقى ايه يعني هتشوف بقى شكل الشركه دي ده هيحدده بقى اللجنه ومع مجلس الاداره. والله الشركه دي هتتفتح مثلا لشركاء يعني شركات مثلا تخش معاك كشركاء أخرى. في الشركه تبقى مثلا شركه 2 3 داخلين معاك بنسب بيمولوا مع النادي الاهلي وليهم عائد هم بيكسبوا هم مش بيمول مش هو داخل محب يعني لا ده مشروع ودي مشروع مربح ومعمول لدراسته وارباحه موجوده كل سنه فانت اللي داخل ده بيحط فلوس بيجي له فلوس بيجي له نسبه تمام لكن انت بتعمل ايه انت كنادي اهلي انت داخل بالارض بتاعتك الارض دي قيمتها كبيره اكيد والارض دي مش هنقول ده من زمان والارض دي مخصصه ان هي تبقى استاد من ايام المجلس كابتن حسن حمدي مش كده احنا بنقول دايما في مجالس الادارات بتكمل بعض يعني الفكره أيه. كانت من المجلس من 10 سنين وجي برضو مهندس محمود طاهر اشتغلوا عليها وعملوا دراسات وجي دلوقتي كابتن محمود الخطيب بيسابق الزمن في حته الموافقات اللي هي انا بقول الناس دي هي أصعب. اهم حاجه لان انا ده لمسته اما دخلت جوه ومش بسهوله بتطلع بدليل ان هي زي ما بقول لك يعني في السنين اللي فاتت ما طلعتش ما كانتش سهله انها تطلع ما طلعتش في الجراج الحمد لله طلعت دلوقتي ده اللي بيخلينا نتفائل ان شاء الله ان هي باذن الله مع التكثيف اللي بيحصل في الملف ده ان هي ان شاء الله يعني نحصل عليها قريبا ونقدر بقى الدراسات اللي حققناها والتعب السنين اللي فاتت اللي عملناه في الملف ده نترجمه على ارض الواقع يعني ممكن يكون في خلال قد ايه يا دكتور؟ هي بص يا سلام يعني وانس يعني ان شاء الله ملف الشكل الموافقات دي والدراسه اللي احنا هنقدمها دي في ديسمبر ممكن يعني في نهايه السنه دي يبقى في شكل واضح للخطه الزمنيه بتاعتنا في الموضوع ده فتبتدي تقول امتى ممكن يكون موجود الاستاد هنبدا بقى ساعتها اللي احنا دارسين ده مش لسه هندرس يعني فاهم هنبدا بقى ساعتها ناخد خطوات سريعه خلاص الدراسه موجوده يعني هناخد خطوات سريعه تنفيذية. بس يبقى احنا ماشيين صح يعني طمعين. مش احنا مش بنبني يعني ما اقدرش ان انا اروح مثلا اتفق مع حد ولا مع شركه ولا مع حد وانا لسه ما خلصتش موافقاتي فاحنا بنمشي صح لكن وفي نفس الوقت ما بنتاخرش يعني مش قاعدين مثلا مستنيين الموافقات ونايمين لا احنا شغالين من نار في الموضوع ده لكن وانس ان احنا بناخد الموافقات دي بنشتغل على طول وان شاء الله انا يعني متوسم خير باذن الله مجلس الاداره يقدر يحقق حلم جماهير النادي الاهلي طب بس يعني انا عندي استفسار صغير دكتور شركه النادي الاهلي هيبقى فيها جزء انت حضرتك قلت فيها هيبقى فيه شركات بتبقى شركات بتخش معاك مشاركه او بجزء من الربح يعني هتدفع فلوس ويجي لها فلوس نتيجه دراسه جدوى معينه طبعا. في اسهم هتطرح يعني ممكن جماهير النادي الاهلي انا عارف وده بيوصل لجماهير النادي الاهلي نفسها تحس انها بتساهم يعني حاجه بتاعتها يعني ده في اسهم هتتعرض لجماهير النادي الاهلي بس كابتن هاني كل ده يعني ان شاء الله هيكون شكله مقدم من اللجنه يعني مش انا اللي هقوله ده اللجنه هي اللي هتحدده وتقدمه لمجلس الاداره لكن كل يعني الاوبشنز دي مطروحه ان انت عندك عشان كده قلت لك في الاول يا اما هتفتحوا مثلا لشركات ولا تفتحوا لاعضاء النادي وجمهور النادي ده اللي موجود عندكم التصور يا ده موجود انتوا اللي عندكم التصور هو ده اللي هيتقدم في 1 ديسمبر عشان انا ما يعني ما صرحش ليه ان انا اقوله دلوقتي لكن ده كله احنا شغالين عليه وفي 1 ديسمبر هيتم تقديم التقرير ده للنادي للمجلس الاداره ان انت تشوف بقى تشتغل ازاي لكن كله في الحسبان ان انت تقدر تفتح اسهم وتحط اسهم والجمهور يشارك والاعضاء تشارك وكل ده ما هي دي شركه مساهمه صحيح. فانت تقدر تعمل ده يعني فانت هتشوف الانسب ليك ايه كنادي ان انت تشتغل بالشق الاولاني يبقى معاك مشاركه من شركات ويبقى الموضوع مقفول على شركات ولا هتفتح الموضوع لاعضاء وجمهور وان شاء الله انت في الحالتين هتقدر تمول الاستاد بتاعك أكيد. باذن الله ان شاء الله مع كمان يعني الشغل اللي اتعمل في الملف ده مع مفاوضه مع شركات عالميه كبيره
وبرضو يتم ان شاء الله الكلام في ده او الاعلان او التصريح عن الاسامي الشركات دي وقت يعني وقت ما نكون خلصنا الموافقات دي ووقت اللزوم الكلام ده يتقال يعني مش هيتقال دلوقتي. لكن انا بطمن الناس يعني بطمنهم انه الملف ده ما هوش معلق وما هوش يعني اون هولد زي ما بيطلع كلام كتير وخلاص يعني النادي الاهلي مثلا اكتفى بالتجربه استاد السلام فبالتالي مش في كلام يعني بيطلع ده هو ده في كلام بيطلع آه لكن بالعكس هو كابتن محمود قالها في الافتتاح بتاع استاد السلام قال ده لا يمنع ان احنا ماضيين على حلمنا الكبير وشغالين كلنا كمجلس اداره عليه وشغالين بقوه عليه فبالتالي احنا شغالين عليه ومش هنهدى ومش هنسكت غير لما ان شاء الله المشروع ده يرى النور باذن الله وهتكون البدايه من النادي الاهلي اول تجربه رائده ان شاء الله استاد عالمي ان شاء الله. لا بص يعني اهم الأهلي. حاجه اي حاجه انا بقتنع بيها يعني انا يعني في الحته الاكاديمي شويه فانا بقتنع بالدراسات العلميه جدا فطالما احنا الموضوع اتدرس صح معلش يعني هو خد وقت لكن مفيش تقاعس يعني هو خد وقت الاسباب يعني خد وقت ان انت واقفه انا يعني في مؤتمر مؤتمرات مثلا قابلت الناس بتوع توتنهام دول واخدين احسن استاد في العالم السنه اللي فاتت. توتنهام على سبيل المثال قبل ما يبدا كابتن هاني تجربته الناس اللي قائمين عليه يعني هم اصدقاء ليا. قال لك قعدوا كام سنه في الحلم ده يعني الحلم ده لان توتنهام كان عنده استاد قديم هو استاد كان بيلعب عليه. بالظبط 35,000 متفرج وبعدين عمل استاد جديد 60,000 بس عمل حاجه يعني عالميه فعلا يعني وفيها كل الخدمات التجاريه والاداريه حواليها. عدد ايه؟ بالظبط. الحلم لوحده من قبل ما يبتدوا 12 سنه. ياه ده توتنهام يعني بيحلموا بس 12 سنه ان هو يعني يعني زي ما احنا كده اللي هو الحلم بقى وبيحاولوا بيشوفوا الارض وبيشوفوا الموافقات ايه وبيشوفوا التمويل هيجي منين وبيظبطوا الدنيا يعني بالرغم هناك اسهل ايوه لكن يعني. انت في النهايه يعني الموضوع ما هوش سهل فانت انت في النادي الاهلي ان شاء الله يعني عشان كده الموضوع الاستاد ده انت بقاله من 10 سنين تقريبا بالظبط من 2010 الفكره بتاعته طلعت عشان كده ان شاء الله يعني باذن الله مع نهايه السنه دي يبقى في حاجه جديده في الملف ده ان شاء الله ان شاء الله وده ده مهم مهم جدا مهم جدا طيب يعني. احنا عندنا فاصل ناخد فاصل وبعد الفاصل بقى يعني ان شاء الله ملف كره القدم لان كمان مهم جدا جدا نتكلم عليه ان شاء الله فاصل في البيت الكبير ونرجع مره ثانيه اتفضل ويكون مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود ابراهيم الخطيب رئيس في غضون أقل من 3 سنوات وتحديداً منذ الأول من ديسمبر 2017 حينما نجح محمود الخطيب وقائمته في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي تحقيق الكثير من الوعود التي قدمها لأعضاء النادي إذا كانت الأعضاء انتخبونا فانتخبونا لأنهم كلهم عندهم ثقة فينا ويجب أن احنا نكون أهل لهذه الثقة وحدثت طفرة لافتة على كافة المستويات الخدمية والرياضية والإنشائية في القلعة الحمراء وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها المجلس لكن الربان الناجح للسفينة الحمراء الأسطورة محمود الخطيب ورجاله الأوفياء أعضاء مجلس الإدارة ما زالوا يتحدون الصعاب ويحققون نجاحات لافتة في كل المجالات فعلى الصعيد الإنشائي حقق مجلس الإدارة طفرة ملموسة في إنشاءات النادي على كافة المستويات بما يخدم أعضاء القلعة الحمراء بالشكل الذي يليق بهم ويؤسس لمستقبل مشرق وأكثر استقراراً لأبناء القلعة الحمراء وبما يضمن أن يكون النادي في الصدارة دائماً كما اعتادت جماهيره الوفية وأعضاؤه المحترمون وشهدت السنوات الثلاث الماضية عدة أعمال إنشائية ضخمة في فروع النادي الثلاثة كما يقترب المجلس من تحقيق حلم جماهير النادي ببناء الاستاد الجديد الذي يشرف على ملف إنشائه الدكتور محمد سراج الخبير في المنشآت الرياضية كما وضع النادي خطة محددة الوقت من أجل خروج فرع النادي الرابع في القاهرة الجديدة إلى النور وهو مشروع عملاق وحلم جديد لجماهير الأهلي ويعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية على الصعيد الرياضي واجه مجلس إدارة النادي الكثير من التحديات خاصة على صعيد فريق الكرة الذي كان له الكثيرون بالمرصاد بسبب نجاحاته المتكررة وسيطرته على الكرة المصرية والإفريقية لكن الفريق كان على قدر التحدي
ونجح في التتويج ببطولة الدوري والحفاظ على اللقب في موسم صعب ضرب فيه فيروس كورونا المستجد العالم كله، كما تأهل الفريق للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في إطار سعي مجلس الإدارة لتحقيق حلم الجماهير بالتتويج باللقب الغالي الذي لم يفز به النادي منذ عام 2013. كما حققت فرق النادي الأهلي الرياضية الأخرى نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ولم يقتصر ما حققته من إنجازات على صعيد المنافسات المحلية، وإنما امتد لتحقيق ألقاب قارية ودولية ساهمت في تعزيز مكانة النادي وتشريف الرياضة المصرية في مختلف المحافل، في الوقت الذي لم يتأخر فيه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن دعم الأجهزة الفنية لكل الفرق، وكان حريصاً على تكريم أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات إقليمية ودولية بقميص النادي أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب. وبعيداً عن كل ذلك، حقق المجلس نجاحات لافتة في السنة المالية السابقة لأزمة كورونا على صعيد الطفرة المالية في ميزانية النادي، رغم التدعيمات الكثيرة في كل الفرق الرياضية والصفقات من العيار الثقيل، ورغم سلسلة الإنشاءات المستمرة أيضاً في كل فروع النادي. ومن أجل المستقبل، ناقش المجلس مؤخراً الرؤية المقدمة من محمود الخطيب نحو مستقبل النادي الأهلي 2050 لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، وذلك في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية، حيث يستهدف الأهلي خلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة. ومن أجل ذلك تم الاتفاق على إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم وتأسيس شركة استاد النادي الأهلي، وأخيرا شركة الأهلي للسياحة والخدمات. لقد قاتل مجلس إدارة النادي الأهلي بكل صدق وشراسة من أجل تحقيق ما وعد به أعضاء النادي وجماهيره في برنامجهم الانتخابي المميز عائلة الأهلي. النادي الأهلي خيره على أي حد، علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحة بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي لازم تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الأهلي خلال سنتين ونص اللي فاتوا أمر يعني يجب أن احنا جميعا نفخر به. ولن ينسى أعضاء النادي كلمات الأسطورة محمود الخطيب الرنانة، وهو يردد مع كل إنجاز جديد: علينا أن نفخر بنادينا العريق، لا سيما بعد النقلة الكبيرة التي تحققت مؤخرا، والفترة المقبلة ستشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي، لأن الأهلي وجماهيره وأعضاءه يستحقون أكثر من ذلك. رجعنا مع حضراتكم، وطبعا الدكتور محمد سراج، آخر سنتين لازم كلنا نكون فخورين بما أنجز للنادي الأهلي. كلمة الكابتن محمود الخطيب بتدل على دلالة كبيرة جدا جدا ان احنا فعلا الفترة الأخيرة، ويمكن زي ما انت بتقول، أجيال بتسلم أجيال، مجالس إدارة بتسلم مجالس إدارة، لكن ما تحقق خلال السنتين ونص اللي فاتوا يعني شيء يدعو للفخر بصراحة. الحمد لله يعني، ونعم بلمسه يعني من الناس اللي في النادي والأعضاء النادي، ويعني دايما بيبقوا شايفين في طفرة كبيرة اتعملت في وقت قصير. وهم يعني احنا ما يعني ابدا يعني ما فيش اي تقاعس او تكاسل ناحيه خدمه اعضاء النادي الاهلي وجماهيره، وفعلا يعني زي ما كابتن محمود بيقول اتعمل انجازات كبيره في خلال فتره قصيره، يعني كله بيشتغل، محدش بيريح، محدش، هو كابتن محمود اولنا رغم يعني الام اللي بتتناوبه في اوقات كتير. الراجل بينزل وبيشتغل حاجه بنفسه وبيلف وبيروح ومسخر كل وقته للنادي الاهلي، يعني يا رب ان شاء الله ده يبقى يعني بالخير علينا باذن الله، ونسعد جماهير الاهلي ونسعد اعضاء النادي الاهلي، ده هدفنا الاول والاخير يعني. يمكن الحاجه اللي يمكن
لمست الناس سواء جماهير أو أعضاء جمعية عمومية التطور الكبير والطفرة اللي حصلت حتى في النشاط الرياضي والدعم الحاصل من قبل المجلس بالرغم من جائحة كورونا والظروف الاقتصادية طبعا اللي أثرت على النواحي الرياضية بشكل كبير جدا، يعني عالم الرياضة يعني حتى في العالم كله كنا لسه حتى بنتكلم في الانترو. لمست ده ازاي يعني، او مجلس الاداره كمان قدر يتغلب على الظروف دي ازاي والنشاط الرياضي يعني يكون تقريبا يعني في افضل حالاته تقريبا في الوقت الحالي؟ والله النشاط الرياضي الحمد لله برضو انا عايز اقول حاجه مهمه في الملف ده، انه برضو مجلس الاداره يعني كان يعني مدي كل الدعم للالعاب الرياضيه كلها، جميع اللعبات مش بس الكوره، يعني كل الالعاب واخده دعم كبير من مجلس اداره النادي الاهلي، في اهتمام كبير جدا ان انت النادي الاهلي فانت لازم تبقى رقم واحد دايما، لازم ده هدفنا ان احنا ما ننزلش عن رقم واحد، فبالتالي بنخطط في كل الالعاب بقى سواء جماعيه او فرديه. اتعمل دعم للفرق الرياضيه في النادي او للالعاب الجماعيه غير مسبوق يعني في تاريخ النادي الاهلي، دعم غير مسبوق للالعاب الجماعيه في النادي سواء في السله سواء في اليد سواء في الطايره، بيجيبوا محترفين كمان يا دكتور، ما كناش بنشوف الكلام ده يعني. انا لسه بكلم حضرتك واحنا بنتفرج على التقرير من سنوات طويله ما شفناش ان في لعيبه محترفه من الكلاس ايه في الباسكت بول، بتتكلم في الطايره، فده كمان بيدي انطباع ان مجلس الاداره لا يعني كمان شغال في ملف بعيد عن حتى كره القدم، لا اللعبات الاخرى ليها يعني حقها بالظبط يعني. انت لا اللعبات الاخرى فيها دعم كبير جدا، انت جايب صفقات في الالعاب يعني في السنه الاخيره دي بحوالي 25 مليون، ده رقم كبير للالعاب الجماعيه يعني. لكن انت برضو بتجيب دلوقتي الكواليتي زي ما انت بتقول يا كابتن هاني، الكواليتي وكلاس ايه تمام يعني، خلاص ده الكواليتي بتاعك اللي انت يعني ماشي عليه عشان تحقق البطولات، مش بس دوري لا انت بتتارجت كمان افريقيا. افريقيا بالظبط. يعني احنا سبيل مثال مثلا السله سيدات مثلا، ده فريق ما الحمد لله كان دايما محليا بيكسب، افريقيا ما كانش بيشارك قوي قبل كده في السنين اللي فاتت يعني، كانت اول مشاركه ليه افريقيا من سنه، كان كله متوقع انه هيبقى بعيد خالص لان في بقى الفرق بتاعت انجولا وفي موزمبيق كمان قويه جدا في اللعبه دي، صدر المشهد. خسروا في السيمي فاينال بفرق نقطه واحده من بطل انجولا اللي هو اقوى فرقه في يعني فرق بوينت واحده، كانوا قريبين جدا يعني انه ممكن يكسبوا ممكن ياخدوا، انجاز هايل. وده بقى برده من قرارات المجلس، انت بتدعم بقى الفرق بتديهم الثقه بتديهم الفرصه ان هم يشاركوا لان هم ما كانوش بيشاركوا قبل كده في البطولات يعني، كان يقول لك لا بلاش عشان هم مثلا بعيد، بالظبط مثلا بطوله عربيه بلاش الافريقيه، بدات ان انت لا بتاهل فرقك فبتدعمها طبعا اكيد فنيا واداريا وكل حاجه ان هي تبقى جاهزه للمنافسات دي وتبقى زيها زي الفرق الكبيره بقى في افريقيا في الالعاب دي، عشان ممكن يبقى احنا بعيد عنها شويه في الفترات السنين اللي فاتت. على سبيل المثال اللي حضرتك بتقوله مثلا احنا في محترفه جبناها في البطوله دي، والمحترفه دي كايلا، لا مش السنه يعني قبلها السنه دي في البطوله بتاعه افريقيا اللي احنا طلعنا فيها ثالث، شاركنا فيها طلعنا ثالث. اوكي احنا قبل ما يعني كنا هنتعاقد مع السنه دي وكانت باتفاق مع النادي الاهلي، ما جبنا كايلا لان هي راحت يعني اللعيبه دي راحت ريال مدريد، ريال مدريد النادي الاهلي اللي احنا جبناها لعبت معنا بطولات الطايره بطوله الباسكت اللي فاتت. فبنختار التوب يعني راحت ريال مدريد، يعني هي البنت يعني خلاص يعني ما كانت قريبه من النادي الاهلي وجالها عرض من ريال مدريد فراحت النادي، فانت دي بدات ان انت خلاص بتجيب التوب فعلا، بتجيب لعيبه كواليتي عاليه جدا في الباسكت برضو رجال، بتقالي احنا يعني دعمنا الفرقه بشكل كبير جدا بكل الصفقات الممكنه يعني، الفرقه من سنتين طلعت تقريبا رابع دوري، السنه اللي فاتت الثاني وصلوا الفاينل مع الاتحاد. السنه دي احنا لا بنتارجت انت الاول لان انت يعني دعمت كمان السنه دي فانت ماشي بخطوات. السله برضو كانت بعيده شويه رجال فانت بتقربها بتدعمها بشكل قوي، فلا في دعم غير مسبوق حصل في الفتره بتاعت مجلس الاداره لكل الالعاب، ومش بس الصفقات الجديده، العقود بتاعت اللعيبه نفسها الحاليه اختلفت كمان اتغيرت خالص يعني بقت ارقام يا دكتور، يعني كان في عقود مثلا 60,000 و80,000 وحاجات كده، لا العقود دلوقتي وصلت ل 200 و300 بقى في عقود يعني للالعاب الجماعيه يعني. برضو المجلس لما جه عدل العقود وزود عقود وجاب صفقات جديده محترمه للنشاط الرياضي، دعم بشكل قوي لان انت الهدف بتاعك واضح، انت بتيجي تقعد كمجلس اداره استراتيجيتك مع المدير النشاط الرياضي ان انت تارجت رقم واحد في افريقيا ومصر، فبالتالي خلاص يبقى انت هتشتغل على ده، لو احنا مش ده التارجت بقى انا خلاص مش هندعم بالشكل ده صحيح، لكن ده التارجت بتاعنا. حتى في الالعاب اللي هي
زي ما بقول لك مثلا تاريخيا في النادي ممكن ما تبقاش بتشارك في افريقيا زي السله سيدات او لا، احنا عايزينها تشارك وعايزينها تكسب وعايزينها تفوز وهنديها الثقه دي وهنديها الدعم ده، فبالتالي انت بتدعم في هذا الاطار. السله رجال برضو ممكن الاتحاد تاريخيا يبقى متفوق عليك، لا احنا عايزين نبدا نشتغل على الملف ده ونبدا نخش بقوه وتبقى افريقيا ودعمت، جبت احسن لعيبه في مصر عندك دلوقتي في الباسكت، مدرب مدير فني محترم كابتن اشرف توفيق يعني. فانت لا يعني في اليد كان فيها مشاكل 3 سنين اللي فاتوا ولا 4 سنين اللي فاتوا من لعيبه، لا دعمت بشكل قوي قوي السنه دي، فان انت برضو تبدا ترجع تاني للهيبه بتاعتك. انت عايز تبقى متواجد على المستوى المحلي والمستوى الافريقي يعني. ده التارجت ان الاهلي الاول في مصر وفي افريقيا. بالظبط ده في كل حاجه زي ما احنا في الكوره كده. ده والحمد لله الطايره برضو متصدره المشهد ده دايما يعني محليا وكره بصراحه. الفرق الجماعيه اللي احنا بنثني عليها في النادي وبتشرفنا دايما رجال وسيدات بيحققوا دايما البطولات، يعني حققوا كل البطولات شاركوا فيها السنه دي رجال وسيدات، بطوله عربيه دوري كاس حققوا كل البطولات. افريقيا اتلغت عشان كورونا ولكن هم طول عمرهم كانوا بياخدوها، خدوها السنه اللي فاتت واللي قبلها وكده. ف الحمد لله يعني على مستوى السباحه عندنا وعلى مستوى السكواش العاب يعني حتى احنا محققين انجازات يعني. احنا شايف التقرير ده يمكن احنا ايه يعني جايبينه لاول مره هو معانا النهارده لسه، ده التقرير الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 27/28 تقرير مجلس الاداره. بالظبط ده تقرير مجلس الاداره، وده كان بيشرف عليه في التقرير بتاعه استاذ طارق قنديل عن المجلس اللي قدم التقرير للمجلس الاداره. ده ان شاء الله يوم جمعيه العموميه 23/24، فده باذن الله ده في كل حاجه يعني كل الاتشيفمنتس والانجازات اللي حصلت في كل الانجازات بتاعت النشاط الرياضي، الالعاب اللي بيتكلم فيها طبعا كابتن هاني سواء السباحه سواء الكاراتيه الجمباز التنس الطاوله التنس الارضي ميار ما شاء الله عامل ايه عالميه. تشرفت طبعا النادي الاهلي وشرفت مصر وماشيه في بطولات يعني هي على قوه النادي الاهلي وليها عقد سنوي مع النادي، فدي برده حاجه يعني بنت النادي بتشرفنا طبعا. فلا انت بتدعم كل عندك ابطال في كل العاب الفرديه يعني ابطال شاركوا في اولمبيات وابطال عالميين، ف دي سياستنا يعني كمجلس اداره دعم النشاط الرياضي. زي انت كره القدم برضو، انت كره القدم دلوقتي القيمه التسويقيه للفرقه عندك في كره القدم بسبب الاستراتيجيه برضو اللي وضعتها لجنه التخطيط اللي شغاله كابتن محسن صالح كابتن زكريا ناصف كابتن خالد بيبو، وطبعا بيترأسهم كابتن محمود الخطيب هو المفاوض من مجلس الاداره باشراف على ملف الكوره. لا انت وصلت دلوقتي القيمه التسويقيه للفريق مليار جنيه باللعيبه اللي عندك باللعيبه اللي انت بتعيرهم يعني، انت بتطلع لعيبه بقيمه كتسويقيه اقل بيطلعوا اعارات في انديه، انت عندك مكان في القائمه بتاعتك للعيبه اخرى واللعيبه دي قيمتها التسويقيه بتزيد فبترجع لك بقيمه اعلى بتفيدك. وده شفناه السنه دي يعني. بالظبط فالاستراتيجيه اللي مع تصعيد الناشئين مع الاهتمام بقطاع الناشئين دلوقتي والخبير الاجنبي اللي جه في قطاع الناشئين التشيكي ده راجل بقاله 5 سنين بيشتغل مع الاتحاد التشيكي في كره القدم ومطلعين يعني مواهب كبيره جدا هناك، فبالتالي النادي الاهلي برده جابه للحته دي مع كابتن خالد بيبو في القطاع الناشئين عاملين برده استراتيجيه ممتازه لل 10 سنين اللي جايه الناشئين يطلعوا يندمجوا مع الفريق الاول ازاي والعناصر المميزه والاعراض تطلع ازاي. فانت دلوقتي القيمه التسويقيه للفريق الكوره بقت توصلت لمليار يعني، فانا شايف انه يعني ده وزن تقيل ودعم كبير للنادي سواء في المجلس الاداره سواء للكوره او للالعاب الاخرى في النشاط الرياضي، لان اي حد بيمثل النادي الاهلي لازم يبقى رقم واحد يعني ده لازم ده الهدف. بالظبط طبعا يعني ما ينفعش يعني ده اللي احنا تاريخيا احنا يعني متعودين عليه، فبالتالي احنا بنقول تاريخ مبادئ تطوير، فانت تاريخيا انت الاول فما هتطور ان انت هتحافظ على ده وتعلي كمان يعني. كلمني عن المبالغ الماليه اللي تم صرفها في فريق الكوره واللي بسببها يعني شاهدنا خلاص تتويج ببطوله الدوري الممتاز مبدئيا وان شاء الله افريقيا اهلي ان شاء الله ربنا يا رب ينصر الفريق باذن الله في يوم 27، وان شاء الله احنا كلنا ثقه في الجهاز الفني يعني الحمد لله كان اختيار موفق جدا. مش بس ان احنا متوسمين فيه خير في الماتش الجاي، لا احنا متوسمين فيه خير في المستقبل يعني. ده حقيقي يعني يعني يبني استراتيجيه قويه ويبقى مشروع ناجح للنادي الاهلي في المستقبل. فده بالنسبه لنا يعني كان اختيار موفق الحمد لله. اللعيبه عندنا كامل الثقه فيهم يعني لعيبه على اعلى مستوى، هم افضل لعيبه في مصر موجودين حاليا هم لعيبه النادي الاهلي،
فبالتالي لازم عندهم الثقة والإحساس إن هم بيمثلوا نادي القرن ويمثلوا يعني أكبر قطاع جمهور في مصر وفي أفريقيا، أكبر قاعدة جماهيرية إن شاء الله هيبقوا قد الحدث ده وقد الثقة دي، وبإذن الله يحققوا البطولة ربنا يكرمهم يا رب يعني، ويعني التوفيق يعني بنسأل ربنا التوفيق إن شاء الله، وربنا يحفظهم من شر الإصابات يعني، وطبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل كهربا طبعا بالإصابة كورونا إن شاء الله يتعافى سريعا ويبقى موجود في قائمة المباراة يا رب. كلنا ثقة في ده يعني، إحنا طالما وثقة تاني يعني طالما الموضوع متأسس أو مترتب صح خلاص، أنت عندك يعني في لجنة فنية بتتابع وفي رئيس النادي هو المشرف على الملف وفي شغل كتير قوي اتعمل في السنتين اللي فاتوا في قطاع الكورة بصراحة، أنت جبت فرقة كاملة تقريبا وعملت تجهيزات في التتشة، هي ما هي دي تبع الكورة طبعا من رؤية طبعاً. الكورة الكلام ده كله أنت استفيد منه اللاعب، أنت بتطور قطاع الناشئين بشكل أكتر يعني من رائع بشكل احترافي، أنت بتشتغل في ملف كان مهم جدا. وخليني كمان اخد منك جزئيه ان كل دوت ما ننساش ان في تحديات واجواء حول مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي، اجواء كانت صعبه جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. يعني انت بتتكلم على اجواء السوشيال ميديا ومحاولات يعني انت عارفها كويس، ده جزء، على الجزء الاخر عندك فيروس كورونا واقتصاد عالمي منهار، فان انت تشتغل في يعني الحمد لله بهذا النجاح وبهذا التطوير على مستوى الإنشاءات على المستوى كمان اللعيبة على مستوى الكيانات نفسها، فده شيء يحسب بصراحة المجلس الإدارة. الحمد لله فعلا بسبب الحاجة بتقوله ده صحيح وبيحصل ويمكن ده يعني خلينا برضو نقول ان احنا يعني بندي برضو رسالة للإعلام ان احنا يعني مش كل الأمور اللي بيتم تأويلها او بيتم يعني كذبا ترددها ان احنا نقعد يعني نرددها او نقعد نحط عليها السبوت او نقعد نركز عليها. المفروض دور الاعلام ان احنا يعني بنفلتر يعني بنشوف الحاجه الكويسه بنطلعها وبنبرزها وبنظهرها، والحاجات اللي هي الهراءات بقى او الكلام اللي هو بيبقى فاضي المفروض ان احنا ما نعملش عليه فوكس يعني. وده برضو خلينا ان احنا برضو دورنا كنادي اهلي نروح لحته مهمه جدا احنا شغالين عليها حاليا في الملف العلاقات الخارجيه بتاعنا في النادي الاهلي طبعا. انه احنا برضو كنا في زياراتنا لما بنروح المدريد او المؤتمرات اللي بنروحها، يعني في ناس برضو كتير ممكن تشوف انه الزيارات الاهلي بيعمل زيارات كتير، طب ايه المردود منها، طب هي ايه، فلا بقى ليها فوائد كبيره جدا. انت كنت يا دكتور بس عشان الناس تعرف كمان، انت كان في طبعا صناعه كره القدم كان في مؤتمر عالمي انت في ريال مدريد في ريال مدريد انت ده مثلا معايا ده مدير اداره استاد برشلونه اوكي ستيفن ويلبرنيك، ده راجل يعني عالم في الاستادات يعني هو اللي ماسك التطوير بتاع الكامب نو بالكامل. الراجل ده اثنى على عرض النادي الاهلي هناك، انا كنت رايح النادي الاهلي كان النادي الافريقي العربي الوحيد اللي رايح وبنعرض الرؤيه بتاعه الاستاد، كلمه النادي الاهلي كلمه النادي الاهلي ورؤيه الاستاد النادي الاهلي. الراجل اشاد يعني حتى بعت ودي طبعا مترجي طبعا مدريد مع المهندس خالد مرتجي اشاد بالعرض. ولحد عايز اقول لك يعني مثلا من ضمن الاستفادات في الحاجات دي اما جه يقول لك مثلا في شركات عالميه او سبونسرز بنكلمهم، احنا مثلا يعني على سبيل المثال في مؤتمر ويمبلي الاستشاري بتاع مثلا سبونسر العالمي بتاعنا ده كان حاضر العرض بتاعنا للاستاد انا ما اعرفش انه موجود يعني، انا ما عرفت بعد كده انه كان موجود في العرض، فبالتالي كان في فيدباك كويس جدا مظبوط افاد في ان الناس دي برضه يعني فاهم. فالحاجات دي بتجيب فوائد اكيد يعني أكيد. الناس ما تبقاش لمساها لكن هي ممكن تجيب فوائد بشكل مباشر او غير مباشر بوجودك، ان انت بتطرح انا مش بطرح محلي في الفيلد نفسه الفيلد يعني انا مش بطرح محلي ان انا بقول لا ده انا بطرح قدام دي كلمتك يا دكتور بطرح قدام برشلونه بطرح قدام توتنهام بالظبط. في صوره برضو للاستاد للمسؤولين عن استاد توتنهام وهم بيستلموا جائزه احسن افضل استاد في العالم في المؤتمر ده، انا كنت في هم دول ده برضو دول استاد توتنهام ده من حاجات اللي هي الكيس ستاديز اللي احنا مهتمين بيها جدا. انت كنت بتتكلم عنه عاجبك اول الاستاد ده هو يعني استاد واخد احسن استاد في العالم فعلا يعني. فانت بتتكلم في حته انه لا ليها فوائد طبعا بتبقى كبيره، عشان كده برضو ده من ضمن رؤيه الكابتن محمود انه دايما يقول لك احنا لازم في مسايره مع الانديه العالميه ومع المؤتمرات، يطلع مهندس خالد يمثل النادي في مؤتمر، يطلع انت المؤتمر مدريد اللي رحته مع مهندس خالد احنا روحناه كزياره عاديه مش كمتحدثين، ده غير بتاع ويمبلي غير يعني. اوكي السنه اللي بعدها دعوا المهندس خالد انه يبقى متحدث في المؤتمر يتكلم عن النادي الاهلي، يتكلم عن قد ايه النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا،
دي حاجه ايجابيه. ماركو كمان حكايه المباراه الوديه اللي دعيته ليها في انها تكون بين الاهلي وريال مدريد مع ريال مدريد في الصوره اللي فاتت دي، كنا رايحين بقى بنتناقش في حاجات كتير زي اللي قلت لكم من شويه، الاستاد ومولوا الاستاد ازاي ويبقى في تعاون في قطاع الناشئين بيننا وبينهم. فتعرض وقتها من بوتروجينيو ان احنا يبقى في مباراه بين الاهلي وريال مدريد في مدريد، مباراه وديه، وكنا بنخطط لده ان هي تكون في 2020 بس ده قبل كورونا طبعا يعني كنا بنخطط لده ان هي تبقى في صيف العالم يعني. هم عندهم حاجه اسمها سانتياغو برنابيو كاب بيلعبوها كل سنه يعني في شهر اغسطس مثلا، بيختاروا فريق من اي دوله في العالم يعني، بس فريق تقيل سواء من اوروبا او اسيا او افريقيا. لعبوا يعني مره مع السد القطري في اسيا، لعبوا مره مع فريق من كولومبيا يعني مش لازم اوروبا. اوكي. فكان النادي الاهلي كان هيبقى ضيف البطوله دي في 2020، لكن طبعا الكورونا وقفت الدنيا، لكن احنا لازلنا عندنا علاقات. بس ده اللي بتكلم طيبة. عليه هو انك تبني هذه العلاقات ويكون متواجد على الساحه العالميه، ده مهم جدا. هو ده مهم يا كابتن هي، ان انت زي بالظبط الماتشات الوديه زي اللي بتقول يا سام، ماتش ودي ده بيبقى ايه؟ طب فايدته مثلا هو مش رسمي، احتكاك صح وعلاقات هي نفس الفكره. انت برضه المؤتمرات دي والحضور والندوات دي علاقات. انا ببقى فخور جدا لما اروح اسم النادي الاهلي يعني، فعلا وسط الانديه دي بلاقي قد ايه احترام الناس دي للنادي الاهلي في عيونهم. واخد افضل لوجو تقريبا في استفتاء ماركا افضل لوجو في استفتاء ماركا الاخير، وبرضه ماركا علاقتنا لوجو الاهلي علاقاتنا بيهم قويه جدا طبعا. في ماركا يعني الحمد لله، برضه دي الحمد لله ان لينا علاقات بانديه ومؤسسات كتير عالميه، وده مش يعني مش شطاره مننا، ده اسم النادي الاهلي هو اللي بيعمل ده يعني. اسم النادي الاهلي هو اللي بنروح في اي حته احنا سوري يعني، احنا راس براس مع اي نادي عالمي كبير. مفيش حاجه اسمها مثلا نادي ريال مدريد او لا، احنا النادي الاهلي في اعظم نادي في افريقيا واكبر نادي في افريقيا، بتبقى قاعد زيك زي ده زي بيحترموك زي اي انت بتبقى رايح يعني راسك مرفوعه اللي انت بتمثل النادي. فده بيبقى مهم جدا. احنا كنت بتكلم بس على بروتوكول جامعه ريال مدريد. جامعه ريال مدريد احنا بسبب اللي احنا بنتكلم فيه واللي حضرتك بتقوله واللي بيحصل في الوسط الرياضي، ان احنا دورنا برده كنادي اهلي انه يبقى في جزء تنموي وتعليمي في الوسط الرياضي، ان احنا نثقف. ده هتلاقي لوجو النادي الاهلي في ماركا. ده في ماركا هم محتفظين بيه يعني. انا يعني بدايه في الزياره بتاعتنا كانوا هم محتفظين بيه من زياره قديمه يعني، مش مثلا ده يعني اللوجو مش ده على زيارتكم يعني. يعني كان زياره قبلها كان زياره لينا قبلها من سنه. فانا لما رحنا الزياره الجديده دي لقينا اللوجو متعلق يعني، هم يعني موجود. وسط انتر ميلان وسط انديه كبيره، اعتزازهم ب هم معلقين لوجو اكبر نادي في افريقيا. اكبر نادي في افريقيا صح. بتتكلم في وتتكلم في جريده من اكبر يعني المجلات العالميه، اكبر استفتاءات كمان. بعدها النادي الاهلي كسب، كان شعار افضل لوجو في العالم. فاحنا عاملين دلوقتي دراسه البروتوكول ما بين الجامعه الامريكيه في القاهره وجامعه ريال مدريد لتقديم بقى كورسات في الاداره الرياضيه وفي التسويق الرياضي وفي القوانين الرياضيه، ويبقى فيه والسبجكت دي كلها هيبقى جواها سبورتس اسكس يعني الماده اسمها الاخلاق الرياضيه. دي كانت موجوده انا في دراستي في ريال مدريد يعني، كانت بتبقى موجوده في كل السبجكتس يعني، ازاي تعاملك مع المنافس، ازاي ان انت يبقى فيه روح رياضيه، ازاي يبقى فيه احترام، ازاي يبقى فيه يعني. احنا بنشوف حاجات للأسف. مهازل بصراحه للأسف. والله للاسف بنشوف للأسف. مهازل وبنشوف حاجات يعني لا طليق بمصر يعني. واحد بيبقى حزين يعني، مثلا انا سعيد جدا ان النهائي مصري. انا سعيد فعلا ده جدا ان النهائي بين فريقين من مصر، دي حاجه تحسسك بالفخر ان الحمد لله مصر ما بتحصلش واول مره بتحصل، وبتبقى انت يعني سعداء بيها وان شاء الله عندنا ثقه في فريقنا ان شاء الله انه ربنا يكرمهم. لكن على قد ما بتبقى سعيد ده، على قد ما بتبقى حزين ان انت صوره مصر برضو اللي هي اللي انت مهتم بيها ان هي تبقى حلوه وفي النهائي تبقى حلوه، للاسف بتسوق ناس بتصدر صوره سيئه لبلدك جدا. وانا بقول لك ده وانا على يقين من ده، لان احنا مرتبطين بناس بره كتير بنتكلم معاهم، الفيدباك بيبقى وحش. الفيدباك بيجي لك وحش، بيبقى سخريه طبعا، بيبقى تريقه يعني. انا ببقى زعلان رغم ان هو بيبقى مثلا مش علينا يعني، بيبقى على طرف اخر وببقى زعلان، اصل في النهايه مش صوره مصر يعني. مش هيتقال بيقولوا عندكم في مصر هتيجي كده مش هيتقال اهلي وزمالك يعني. زي قضيه نادي القرن بالظبط يعني، على سبيل المثال قضيه نادي القرن اللي اتعملت من يعني من لا شيء. عشان كده انا بلوم مثلا في الحته في عندنا في الاعلام الرياضي ناس محترمه جدا وشباب بالذات، انا متحمس ليهم قوي في حته الاعلام، لان في شباب طالع ان شاء الله مستقبل الاعلام الرياضي في مصر يبقى كبير جدا، لان في كم من الشباب المثقف والمتعلم واللي دارس والفير جدا في الحته دي
ومع قامات كبيره طبعا موجوده حاليا في الوسط الاعلامي الكبار وخبراته هيبقى ليه مستقبل. لكن موضوع الهوجه اللي في السوشيال ميديا ما هي هوجه يعني زي القضيه دي طبعا على بتتكلم في قضيه خسرانه يعني قضيه ملهاش اي يعني لا بتكلمش على النقطه طبعا النادي القاهره ده بتكلم على الاجواء العامه والصوره الاعلام الرياضي في مصر بشكل عام بقالنا فترات فعلا مش على المستوى المطلوب. انت مش قلقان من الجزئيه دي تاثر علينا في المستقبل يبقى زي ما انت بتقول كده صورتنا واصله هي دي يا كابتن اللي بتكلم فيها ان انت صورتك واصله مش لطيفه يعني صورتك بره واصله يعني انت جه مثلا موضوع الماتش ده الحمد لله حسن الشكل او الصوره لكن قبلها صراعات وخناقات وحاجات من لا شيء يعني مثلا يعني مثلا يا ريت في موضوع انت عارف الموضوع بيضحك ومفيش اصلا موضوع ما يعني بالزبط. انت بتلاقي حد بينكش معاك في حاجات كلها اكاذيب وكلها كلام حاجات ما حصلتش وكلها روايات وانت كنادي اهلي اكبر من كتير من انت ترد والكابتن محمود بقى عنده حق في ده مظبوط وده اللي احنا كشباب بيبقى متحمسين وساعات عايزين لكن هو بيبقى عنده رؤيه يعني اوسع او اكبر انه يا جماعه لا ما تردوش على الناس دي لانه انت النادي اهلي واحنا فعلا مبقاش فاضيين نرد يعني انت شايف احنا بنحاول نستعرض وما قلناش يعني قلنا حاجات كده من اللي عملناها ما عندناش مثلا حتى وقت في البرنامج ان احنا نرد على حد يعني احنا بنشتغل طول الوقت في النادي وبنحاول ان احنا نلبي طموحات الجماهير الاهلي واعضاء النادي الاهلي والفكره اهلي. اكبر من كده برضه يا دكتور ان انت ده. ان انت حاجه زي كده بتعطل فكره ان الجمهور يرجع تاني يعني يروح المدرجات ويشجع الفريق بتاعه. احنا لسه كنا بنتكلم نادي الاهلي اكبر قاعده جماهيريه في مصر وفي الوطن العربي. انت النهارده مش عارف في عوده الجمهور دي امتى النهارده بكره بسبب النهارده اللي بيحصل على السوشيال ميديا بسبب اللي بيحصل في بعض وسائل الاعلام الرياضيه صح ولا لا؟ صح. ده للاسف ده فعلا بيحصل طبعا وده بيعطل وده عشان كده انا بقول لازم الاعلام لازم يعني ده رساله يعني انه يا جماعه يبقى لينا دور انه انا مش اي حد يعني بيطلع يقول اي كلام انا اصل الحجم ده مين اللي بيديه في الاخر؟ ما هو انا ممكن اي واحد يطلع يتكلم في اي حاجه صح؟ لكن ما ينفعش انا بقى كاعلام بيطلع يتكلموا في اي حاجه يعني عشان سوري ابقى عايز امشي عايز ابقى امشي مع مثلا اعلي الترافيك ولا عايز امشي مع الترند ولا عايز امشي فاروح جايب حد يقول اي كلام واروح واخد كلام اسلط ضوء مثلا على تصريحات كتيره سلبيه تبدأ سلبيه تبدا تشيرها تشيرها وتنتشر ليه طب ما انا اعمل فوكس على الحاجات الايجابيه ممكن الناحيه الثانيه تلاقي في حاجه ايجابيه جدا وحد بيتكلم في مشروع ولا حد بيجيب سيرته ما حدش بيتكلم عليه ولا حد يجيب سيرته وتلاقي مواضيع اصلا كلها ما لهاش اساس وما لهاش اصلا خيط وما لهاش اول من الاخر وما فيش اي قناعه عليها وتلاقيها متاخده وبتتداول في كل يوم وقضيه يا جماعه ده موضوع اتخلق في شنك يعني اصلا انتوا بتتكلموا في ايه؟ في خمس رسائل عايزك توجههم ل يعني هنقول لك بالترتيب تمام الرساله الاولى توجهها للجمهور لا جمهور النادي الاهلي طبعا انا طول عمري بقول الكلام ده جمهور النادي الاهلي هو يعني انقى واعظم وافضل حاجه في المنظومه بتاعت النادي الاهلي نجاح وقوه ويعني الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي بتستمد من الجمهور هو السند زي ما دايما بيقول هو السند والظهر الحقيقي للنادي الاهلي وبيبان ده في الازمات جدا والازمات دي معلش هخش معاك تاني في الجزئيه دي لان انا كنت واحد من الجماهير دي وكنت قلقان شويه اولا عجبني جزئين الجزء الاولاني اللي انت بتتكلم عليه يا دكتور ان وده قاله الكابتن محمود الخطيب ان احنا ما بنتكلمش احنا بنشتغل بس والجزء الثاني التايمينج يمكن قاله كمان وهو بيفتتح استاد الاهلي والسلام ان النادي الاهلي بيرد في الوقت المناسب ودايما بيحط قدامه مبادئ النادي الاهلي وماشي عليها كان في وقت معين جماهير النادي الاهلي مش حابه ده بصراحه يعني كلامك بكل امانه كانت حاسه ان لا احنا لازم نرد ولازم يبقى في اكشن بمعنى اصح يعني بص يا كابتن يعني هو ده طبعا اللي حضرتك بتقوله يعني في ناس كانت بتشوف ده وبتشوف انه لازم نرد عشان الناس دي طول عمرها جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي هم النادي الاهلي ده في مكانه ثانيه خالص يعني في حته ثانيه خالص مع احترامي والله لكل الانديه احنا بالعكس بنحترم والا لو ما بنحترمش المنافسين بتوعنا ما كناش هنوصل لكده بنحترم كل المنافسين وعندنا احترام واليوم كلهم وكله محقق بطولات وجماهير وكل حاجه لكن انت في النهايه انت برضو يعني النادي الاهلي فانت يعني مش كل حاجه هترد عليها لكن في امور عشان انت الكبير بالظبط في امور ممكن يعني بتحتاج في اوقات ان انت توضحها يعني احنا جينا في اوقات معانا طلعنا وضحنا امور معانا فانت في اوقات لا بتحتاج ان يعني زي اللي انا بقوله ده يعني مثلا كذبه وبتتردد عماله تتردد
يعني يعني في 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 يعني بقى بتتردد كتير، فانت ساكت 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 يعني. بقى احنا تقال ان احنا مثلا في 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 انتخاباتنا او كذا في الوقت القايمه والدعايه ومش عارف ايه جالنا دعايه ولا قايمه، مش احنا اللي دافعين الفلوس مثلا بتاعه القايمه، احنا كقايمه سكتنا ما حدش اتكلم، انت اكبر من كده صحيح ما حد، لكن قعد الموضوع ايه عمال يتداول عمال كذا. لا يا جماعه طب ما خلاص تطلع تقول لا القايمه دي بالكامل النادي الاهلي من جيوب اعضاء القايمه هم اللي عاملين، ولو في اي حد بيعمل حاجات مثلا يجاملك بلوحه ولا باعلان ولا بتاع نص مشكوره كلها، لكن ده كله ما يجيش 5% اصلا من القايمه مثلا دفعته بنفسها كقايمه كاعضاء يعني ما انت صحيح. انت بتسيب ده يتقال، ما هو عمال بيتقال في الاعلام والناس سايبه اللي يتكلم يتكلم سايبه اللي يقول يقول يا جماعه، واحنا عارفين اللي ده مش حقيقي وساكتين احتراما لاسم النادي الاهلي، لكن ساعات بقى الموضوع بيقلب جد ويقلب انه بقى هو ده الايه الواقع مصدق وبيبقى محتاج في الوقت ده انك ترد يا جماعه لا وترد بثقه لان هو ده الحقيقه لا وده عمره ما هيبه المجلس من هيبه النادي الاهلي طبعا طبعا، فانت كمجلس لا لازم توضح ان في امور كده في خطوط حمراء اللي هو يعني يعني تسيب حد يهبل شويه ويالف ويضحك وبتماشي، بس هتخش بقى المرحله ان انت تتكلم في ما تمس كيان النادي اللي هو مجلس الاهلي هو بيمثل الاهلي، لا مش مسموح لك مش مسموح لك لو وخصوصا لو ده حاجات ما حصلتش. ايوه وبعدين الحاجه الاقوى من كده او الاهم من كده ما يجي الكلام ده يتقال ويقول لك طب انت من امتى اصلا من امتى يعني، عشان الناس اللي بتقول ده مش فاهمه الف ب الاهلي وما تعرفش يعني ايه النادي الاهلي، من امتى اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي اصلا اللي بيحسم الانتخابات معايير الدعايه الاكتر او الفلوس الاكتر او ده عمره ما بيحصل في النادي الاهلي ده حقيقي دليل انتخابات مثلا الناس اللي عاشتها في سنه 2000 كان ندي مثال بسيط يعني كان كابتن صالح سليم رحمه الله عليه قدامه المهندس محمد جنيدي كان رجل اعمال يعني والقائمتين ساعتها اتعمل دعايه خرافيه من المهندس محمد جنيدي حضرتك حضرت اكيد ده كابتن صالح ما عملش ورقه اكتسح الانتخابات والنادي الاهلي طلع كده لان وعي الجمعيه العموميه هي ما فرقش معاك الكلام ده اصلا يعني. طب رسالتك جايه للجمعيه العموميه بقى هي انا بقول ده بقى ان وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هو ده اللي بيطمننا دايما يعني ان انت الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وعيها وثقتها واسلوبها في الاختيار هو ده اللي بيطمنك دايما ان هم بيختاروا المجلس المناسب في الوقت المناسب يعني ده بيحصل على مدار الزمن بذليل ان النجاحات اللي نادي الاهلي حققها ما بيفرقش بقى معاهم معايير ثانيه ما بتفرقش معاهم شو ولا حركات لا هو ده اللي بيطمنك ان الحمد لله وان هويه النادي الاهلي دايما متحافظ عليها لان اعضاء النادي وجمهور النادي الثقافه واحده بالعاملين في النادي بالموظفين في النادي حقيقي. بمجلس الاداره الثقافه واحده ان احنا عندنا النادي الاهلي ده خط احمر كلنا مظبوط فبالتالي ايه وعندك النادي الاهلي زي ما انا عايز تشوفه احسن نادي في الدنيا واحسن محقق اكبر حاجه ففي الاخر اهدافنا واحده مفيش مثلا واحد عنده هدف انه حته خدميه وعايز يشوف مثلا ابنه مش عارف ايه والتاني عايز حاجه ثانيه والتالت والعامل مستني مرتبه لا كله بيشتغل بحب انت بتلاقي الناس حقيقي. في الجامعات العموميه الموظفين والعمال وكله شغال متعاون متعاون لان هو عايز الحدث ينجح مش عشان هو موظف عشان هو بيشتغل في الاهلي فهو عايز ان الحدث ده يبقى احسن حاجه في الدنيا ده حقيقي. فده اللي بيحكم النادي الاهلي وده اللي دايما حكم الجمعيه العموميه عندنا فانا ببقى مطمن ان هم يعني احنا حتى في انتخاباتنا الاخيره دي كان نازل قدامنا قائمه ناس كلها محترمه واحنا بنحترمهم جدا على المستوى الشخصي مهندس محمود طاهر وكل قائمته اتعمل دعايه هنا زي ما اتعمل دعايه هنا اتعمل ايه اللي فرق في الاخر ايه؟ ان الناس كانت شايفه ومقتنعه ان كابتن محمود الخطيب هو رجل المرحله دي فبالتالي نجح الكابتن محمود ونجح القائمه كلها معاه كابتن محمود الخطيب لان الاعضاء الجمعيه العموميه كانت حاطه ثقتها مش بس في برنامج الانتخاب الحمد لله كان موفق من النادي الاهلي لا لان هي شايفه ان النادي الاهلي المرحله دي مرحله كابتن محمود رسالتك ايه لكابتن محمود والاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي؟ رسالتي ليهم طبعا انه يعني احنا الحمد لله ربنا عالم يعني احنا يعني تعرضنا لايه وضغوطات عامله ازاي انا حاسس بيك الثلاث سنين اللي فاتت دي ربنا اللي عالم بيها لكن اللي انا بقول لهم يعني ان انا اتعلمت منهم كلهم وبتشرف ان انا بوجودي معاهم هم كلهم اخواتي الكبار وكلهم ناس محترمه من
او الوزير العمري فاروق، من بعد الكابتن الخطيب طبعا يعني، مهندس استاذ خالد الدرنداري، مهندس خالد مرتجي، والكفراوي ورانيا وطارق انديل طبعا ده اخويا الكبير العزيز يعني، جوهر نبيل بعتز بيه جدا وليه افكار بتبقى جيده جدا جوه مجلس الاداره. اصدقائي بقى الشباب يعني ضماطي وجرحي ومهند دول حبايبي يعني، واحنا دايما متحمسين مع بعض وبنشتغل مع بعض كتير والحمد لله يعني. مهندس خالد برضو يعني ما انا قلت من طبعا الشباب. ايوه من الشباب. لا لا ما قصدي من الشباب. لا ده من الشباب فعلا. خالد عنده ميزه ان هو فعلا يعني الخبره يعني الخبره بقى الناس القدام في النادي تحس المجلس متقسم خبرات سته والجداد سته بالظبط، جامع ما بين الخبرات دي ودماغه دايما متجدده وشبابيه معاكو دايما. ده احساس يعني انا بعرف الشخص يعني انا ببقى فخور بده. الناس كتير بتقول لي انت خليفه المهندس خالد وهو بيقول لي ده، انا بشوف نفسي فيه. شخصيه محترمه جدا. انا ببقى فخور بيه لان هو يعني لا وهو فكره جديد ومتحدث يعني وبيفيد النادي الاهلي في ملفات كتير قوي في عالميه. فلا انا وبقول لهم يعني دايما بيقولوا لنا الكابتن ان احنا رغم كل بقى اي يعني هجوم بيحصل واي مهاترات بتحصل بره واي خبط بيحصل بره دايما نبقى وحده واحده. ده حقيقي. بنختلف مع بعض جوه الغرفه بتاعت مجلس الاداره ده صحي. بالظبط. انت اكيد هنا في شغلكم بتختلفوا مع بعض في امور فنيه، لكن يعني احنا بره الترابيزه الاختلاف جوه الترابيزه ده مطلوب ومهم على فكره وده بيحصل عشان ما نخبي. لا بيحصل، لكن بره الحمد لله علاقاتنا في مناسبات الاجتماعيه دايما مع بعض وبنضحك مع بعض وعلاقاتنا كويسه ببعض. اي كلام بيتقال انه في توترات وفي مش عارف ايه، لا ده كلام لضرب استقرار المجلس، لكن المجلس كله على واحده واحده الحمد لله، على قلب رجل واحد. ده دايما الكابتن بيطلبه مننا كرئيس النادي، وده انا باكد عليه يعني كعضو مجلس اداره النادي ان احنا دايما هنبقى واحده واحده ان شاء الله، وربنا يعني يكرم باذن الله. وفي اخر الشهر ده يكون في اخبار كويسه. انت لعيب كوره جامد وعرفت كنت بتلعب في نادي المعادي واشول وعامل شغل جامد جدا. رسالتك لعيب كوره يعني لعيبه النادي الاهلي قبل طبعا المعترك الافريقي والمباراه التاريخيه امام نادي الزمالك. انا رسالتي طبعا للعيبه ان انا زي ما قلت من شويه ان احنا عندنا كل الثقه فيهم ان هم ان شاء الله دول احسن لعيبه موجودين في مصر. هم تحملوا الكثير برضو الفتره اللي فاتت، محققين بطوله الدوري بفارق نقاط كبير جدا جدا، فده لازم نديهم الثقه. صحيح. احنا ان شاء الله اللي بنطلبه التوفيق، وباذن الله انا شايف انه الاجواء بتاعتهم في تركيز، في اخلاص جدا في شغلهم، وفي روح يعني لقينا روح النادي الاهلي رجعت في المباراه اللي فاتت بقوه عن يعني من كام شهر فاتوا. اللي بطلبه منهم بس ان هم ما يلتفتوش لاي حاجه ثانيه. يعني لو في اي استفزازات من اي حته يعني، حتى ده بقوله لينا احنا وللقناه وللجمهور النادي الاهلي انه يعني ساعات بيتبعت لي مثلا ايه ده شفت ده مش عارف قالوا ايه في القناه امبارح، ده في وفاة اتعلقت. يا جماعه تقول لهم يا جماعه ما حدش يرد، ما حدش يستسيء، ومش هنخش في الجيم دي خالص خالص. احنا الجيم بتاعتنا ان احنا مركزين، هدوء وتركيز. هدوء وتركيز، مش هنخش مش هنرد على حد، مش هنخش في اي مهاترات مع اي حد، لعيبه كجمهور كاداره، لحد ان شاء الله من يعني نفرح الناس يا رب اللي هم يستاهلوا الفرحه دي لان هم صبروا كتير جمهور النادي الاهلي. يا رب فباذن الله دي تكون من نصيبهم، وان احنا يعني في ظهر الفريق مش هنسمح باي يعني حاجه تعكر المسيره او تعطل المسيره، او احنا يعني مستمرين مستمرين لاي حاجه ان شاء الله. واحنا كنا بنشوف ده بصراحه يعني شفناه مع كابتن خطيب في هناك في المغرب، والوداد يعني كان صور اكتر من رائعه والسبورتنج، وطالع طبعا باسم مجلس الاداره كله. فده انا بقى يعني بايدك تماما ان ده مهم كمان للعيبه، لان انا كنت لعيب فبيوصل الاحساس ده، فبيديني نوع من انواع المسؤوليه وبيديني نوع من انواع الثقه كمان. صحيح. ده مهم جدا. صحيح. جدا. هو بيعمل ده دايما مع الفرقه بصراحه، وانا لامس ده في روحهم يعني. صحيح. ان شاء الله. تقول ايه للعيبه يا كابتن قبل ما اسالك عن دور الاعلام ورسالتك للاعلام؟ انت عايزك تقول لي رسالتك ايه للعيبه وانت قريب منهم اكيد لا انا ما قريب من فكرهم يعني. لا يعني احنا خلي بالك احنا كلعيبه ما بنبقاش قريبين منهم، لان احنا
الفكرة بتكلم على الدماغ، انتوا شباب زي بعض. لا هم انا يعني بصي اللي بقوله لك ان هم انا عندي ثقة كاملة، ثقة كاملة ان هم اللعيبة بتاعتنا ان شاء الله. يعني انا شايفهم فنيا كواحد بشجع كورة وبلعب كورة شوية على قد يعني. انت كنت لعيب جامد برضه يا دكتور. ما كملتش للعيبة لغاية كام سنة؟ لا انا اخر مرة لعبت لما دخلت المجلس يعني من ساعتها مش عارف العب حتى مع اصحابي. يعني لا كنت بلعب كده هواية يعني. لكن بحب الكوره وبتفرج عليها من زمان. اللعيبه يعني. انا شايف ان هم فنيا، مش بقول كده عشان اديهم ثقه، لا هم فنيا شايفهم اعلى مستوى واخلاقيا كمان. قبل النهائي يقول لهم رساله قبل النهائي. ما انا قبل النهائي الرساله اللي بقولها لهم ان هم يكملوا زي ما هم، زي ما قلت من شويه، يبعدوا عن اي مهاترات بتحصل. ما يركزوش في حاجه ثانيه، ما يركزوش الناس بتقول ايه على السوشيال ميديا. ما يبصوش على السوشيال ميديا يعني. ده اللي بطلبه منهم، ان هم بلاش يبصوا على اي حاجه السوشيال ميديا الاسبوع ده لحد ما نخلص على خير يعني المباراه. بس وباذن الله يعني انا واثق فيهم، يعني واثق باذن الله المجلس الاداره كله واثق فيهم ان هم على قدر الهدف بتاعنا ان شاء الله. طب انت من يومين ما لاحظتش ان احنا كسبنا برضو بطوله على المستوى الاعلامي؟ قناه النادي الاهلي فازت باحسن. ما انا اصلا كنت يعني عايز اهنيكم بالجائزه دي اول ما دخلت، بعدين دخلنا في لا طبعا كلام كبير في الكلام. لكن لا بصراحه انا عايز اهنيكم، كويس ان انت كنت اتكلمت في دي، لان انا عايز اقول لكم مبروك على جائزه مهرجان الفضائيات العربيه كافضل قناه رياضيه عربيه. دي حاجه مشرفه جدا في وقت قصير جدا. ده حقيقي ان انت تطوير القناه ده حصل برضو يعني من ضمن الملف المجموعه الاقتصاديه. مزبوط. ده كان موجود. مزبوط. والتوجيه اللي كان موجود في المجلس اتعمل شغل في شهور قليله رائع في تطوير. وانا عارف انه لازال برضو القائمين على القناه في تطوير اكبر بيحصل. عارف ان هم مش ساكتين ومستمر وشغالين. لكن انت طبعا تاخد الجائزه دي في الوقت ده، دي حاجه محترمه. لان خلي بالك في النهايه انت القناه برضو ماشيه بسيستم النادي الاهلي، بسيستم محترم وبسيستم ما بتطلعش المهاترات، ما بتطلعش الكلام فارغ، ما بتطلعش كلام فاضي. فده اكيد ساعدها برضو ان هي تحسم الجائزه دي يعني. فانا بهنيكوا عليها وببارك لكم عليها وشكرا. عقبال كاس افريقيا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يعني باذن الله يكون في حاجه تسعد كل جمهور الاهلي وتسعدنا كلنا يعني اخر الشهر. يا رب باذن الله. يا رب ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا. شكر. وانا متشكر لك. تقلنا عليك. لا ما خالص بالعكس، انا سعيد جدا بوجودي معاكم. شكرا. وموفقين كده دايما وبرنامج باذن الله اكتر من رائع. لا والله انا بقى بشكرك على المستوى الشخصي على الافكار الرائعه فعلا، ونموذج يعني للناس اللي بتجتهد بشكل كبير جدا. وسعيد كمان بالسي في الرائع اللي عندك، وسعيد بحماسك لمجلس اداره النادي الاهلي وشغلك في النادي الاهلي. ودي الروح اللي احنا عايزينها، ودي الروح الموجوده فعلا في مجلس اداره النادي الاهلي. على مستوى الشخصي انا سعيد جدا وبحييك دكتور محمد على اللقاء الجميل. يعني انا سعيد جدا بكلام حضرتك، وانت كنت لعيب كبير، احنا كلنا كنا بنحبك وبنشاهدك يعني وبنتفرج عليك وبنتابعك. ومن المحترفين المصريين اللي كانوا بيشرفونا دايما برضه. حبيبي نورتنا وشرفتنا. وسعيد بوجودي معاك يا سام، وان شاء الله موفقين كده. شكرا جزيلا. مشاهدينا ده ختام حلقه البيت الكبير النهارده يوم الخميس. يوم الاحد حلقه جديده في البيت الكبير ان شاء الله. اتفضل.